بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. ان شاء الله النهارده حلقتنا هيكون فيها موضوعات كثيره جدا كالعاده الحقيقه بنتناقش فيها مع حضراتكم. قبل بس ما اتكلم عن اي موضوعات عايز اشكر حضراتكم شكر كبير جدا جدا جدا. حلقه امبارح الحقيقه كالعاده عندما يكون النادي جمهور النادي الاهلي في الموعد بتكون كل الحلقات ترند. نادي جمهور الاهلي عندما يريد ان يضع ميشيل يانكون واليسا يانكون وعمرو محب ترند هيحطهم ترند. فالحقيقه انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كالعاده وكعاده جمهور النادي الاهلي بيثبت يوم عن اخر قد ايه انت جمهور عظيم، قد ايه الناس او جمهور النادي الاهلي بيحب كل حاجه تخص النادي الاهلي، بيحب الناس اللي بتحب مجرد ان هي بتحب النادي الاهلي. فانا بشكر حضراتكم كالعاده وزي كل يوم يعني ما بنشكر حضراتكم، فانا بشكر حضراتكم مره اخرى. النهارده ليله مباراه الاهلي والجونه. ليله مباراه الاهلي والجونه ان شاء الله هتقام غدا في بمشيئه الله في تمام الساعه 9 على استاد خالد بشاره في الجونه في المباراه المؤجله ما بين الفريقين في الجوله 9. طبعا واحدة من المؤجلات المهمة بتقربك من الصدارة بيسعى فيها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي للفوز وحصد 3 نقاط في مشوار اعتلاء قمة الدوري الممتاز. قبل ما اتكلم عن المباراة او اي حاجة، يمكن النهاردة لقيت حاجات غريبة جدا جدا، بس قبل ما اتكلم بما ان فاروق جاهز في الجونه نطمن على احوال الفرقه. نروح طبعا لزميلنا المتالق الحقيقه فاروق صلاح من الجونه من فندق اقامه النادي الاهلي، احكي لنا ايه اللي بيحصل هناك ومنذ ان وصل النادي الاهلي الى الجونه ماذا حدث حتى الان وايه اللي هيحصل بكره. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من اللاجونه ومقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق اللاجونه في المباراه المؤجله من الجوله 9 للدوري المصري الممتاز. زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، يعني منذ يعني دقائق وصول بعثه فريق النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي هنا الى الجونه سريعا. طبعا كانت رحله على متن طائره ووصول الفريق النادي الاهلي. طبعا انت عارف الدور الاداري اللي بيقوم بيه الجهاز الاداري في النادي الاهلي، كابتن عمرو محسب الكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن سمير عدلي اللي قاموا بتوفير وتنسيق كافه الامور قبل وصول فريق النادي الاهلي. سريعا استقل يعني تناول اللاعبون وجبه العشاء، ثم يعني كل لاعب حاليا موجود في الغرفه من اجل طبعا الاستعداد للمباراه غدا. كتير كلام كتير جدا حضرتك كنت طبعا عايز تتكلم على كلام كتير جدا يا كابتن اسلام اثير خلال الساعات الماضيه في اخبار كتير بتتقال على السوشيال ميديا، خاصه بعد اعلان مستر ريكاردو سواريش قائمه النادي الاهلي وخروج بعض اللاعبين من هذه القائمه. طيب لو عندك اي معلومه برضو عن اي اسم من الاسماء اللي خرجت يا فاروق وعندك اي معلومه عنها يا ريت لو سمحت تفضل تقول لنا. بالفعل يا كابتن اسلام هو ده اللي عايزين نتكلم عليه بالتحديد، لان لازم نوضح الامر، لان في بعض الحملات الممنهجه اللي بالتدريج بتكون على النادي الاهلي شويه على الجهاز الفني شويه على بعض اللاعبين. خليني يعني اوضح الامر الخاص بحسين الشحات. قبل ما يعني توضح حسين الامر الخاص بموضوع حسين، معلش صح كلامك مظبوط 100%. انت عارف امبارح ولا اول امبارح يا فاروق بعد نهايه المباراه هو ريكاردو سواريش تم الاعلان عن تواجده يوم الخميس، الجمعه كان المؤتمر الصحفي صح؟ هو جه يوم الاربعاء بالظبط يا كابتن اسلام. يا فندم يوم السبت الناس بتقطع في ريكاردو سواريش، الناس في بعض القنوات المتخصصه بتقطع وبتنتقد ان ريكاردو سواريش اتكلم مع احد اللاعبين. الراجل شاف واحد لعيب كويس قال له انت كويس وانا هتابعك شد حيلك، ايه القصه في الموضوع ما تفهمش ايه الموضوع، لكن هو لمجرد ان هو اصبح المدير الفني للنادي الاهلي لازم نضرب، لازم نقول ان احنا موجودين. ما احنا لو ما قطعناش وما خبطناش في النادي الاهلي مش هنبقى بنحب فرق اخرى. فبالتالي حاجات غريبه جدا بنسمعها ومن ناس معينه الحقيقه، ولكن في النهايه جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ايه اللي بيحصل. انا اسف ان انا قطعتك
لو عندك اي حاجه تخص كابتن حسين الشحات، لان انا عندي موضوع مهم جدا 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 فيما يخص حسين الشحات، ولكن بعد ان شاء الله ما تخلص كل اخبارك عن بعثه النادي الاهلي او تواجد النادي الاهلي في الجونه. نقطة في غاية الأمان لحضرتك أثرتها يا كابتن إسلام قبل ما أروح لحسين الشحات، نقطة يعني عقب مباراة الفريق أمام بتروجيت يوم السبت الماضي، ويعني أمر عادي جدا يا كابتن إسلام وبيحصل في كل الملاعب في العالم، يعني حتى الكابتن هيثم شعبان المدير الفني لبتروجيت كان ليه القمع أشاد طبعا بروح ريكاردو سواريش وقال دي روح مهمة جدا. اللاعب مصطفى معوض معنويا فرق معاه الأمر، اللاعب حس إن هو لعب مباراة كبيرة أو حس إن في فرد قدر مجهوده وتعبه، قال لي انا بتعب في كتير من المباريات وبستنى مباراه النادي الاهلي بتبقى بالنسبه لي حلم كبير جدا. يعني هو كان سعيد جدا بكلام مستر ريكاردو سواريش، اعتقد يا كابتن اسلام امر عادي جدا. لكن حضرتك قلت نقطه موافقات الاهميه ان دايما درع النادي الاهلي وحمايه النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، وده اللي احنا شفناه من الجمهور خلال الساعات الماضيه. كلامك مظبوط يا فاروق، كلامك مظبوط، ولكن في نفس اللقاء انا ما بقطعكش ولا حاجه، ولكن يعني انا مثلا فريرا المدير الفني لنادي الزمالك وهو مدير فني كبير وله اسمه وراجل بروفيسير، يعني هذا الرجل او هذا المدير الفني بعد مباراه امبي ضد نادي الزمالك الاخيره راح لابوكا واشاد بيه وسلم عليه وبتاع وقال له كويس وهايل ورائع وكل حاجه كويسه. ايه اللي حصل يعني؟ وامبي كان كسبان بالمناسبه، فيعني ايه اللي حصل يعني؟ موجود في الكوره يعني الكلام ده؟ يعني انا اقصد إن العالم كله بيحصل فيه هذا الموضوع. هو لما جوارديولا اتكلم مع ألكسندر أرنولد في وقفوا يهزروا، وقفوا يهزروا يا جماعة والله ما حصلش حاجة يعني، والدنيا مشيت وليفربول اتعادل ومانشستر سيتي خد الدوري واللي حصل. فيريرا برضو لما اتكلم مع إيبوكا ما سمعتش إن حد اتكلم وقال لك أصل المدير الفني ما ينفعش والفلسفة والبتاع والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن ما تفهمش عندما يكون المدير الفني أي اسم طبعا يكون متواجد في النادي الأهلي ويكون مديرا فنيا للنادي الأهلي، تجد أن هناك حاجة غريبة، تحس أن في حالة غريبة بتحصل على الرغم من الموضوع ده طبيعي جدا. أنا آسف يا فاروق المرة التانية، اتفضل. لا بالطبع يا كابتن اسلام، يعني عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا لان الكتير غفل عن هذه النقطه يا كابتن اسلام. مستر ريكاردو سواريش لما اتسال وسالناه ايه اللي دار بينك وبين اللاعب، رفض تماما الحديث في هذا الامر وقال ده امر خاص بيا وباللاعب ما ينفعش ان انا اتكلم فيه ومش طبيعي ان انا اقول لك ايه اللي حصل، ولكن الكلام جه من خلال اللاعب من خلال الجهاز الفني لفريق بتروجيت، فاعتقد الامر عادي جدا يا كابتن اسلام. ولكن النقطه دي كتير من الناس غفل عن هذا الامر، امر يحترم ويقدر طبعا من مستر ريكاردو سواريش. عايز اروح بحضرتك طبعا بقى لمباراه الجونه ومباراه في غايه الصعوبه، خليني اكد على هذا الامر طبعا يا كابتن اسلام. فريق الجونه في موقف صعب جدا مع فرق الاسماعيلي مع مصر المقاصه مع المقاولون العرب مع الشرقيه للدخان، في موقف صعب جدا، بالتالي الفوز بالنسبه له في هذه المباراه امر مهم جدا. طبعا الكابتن تامر مصطفى قاد الفريق في 8 لقاءات، تلقى الهزيمه في 6 لقاءات والفوز في لقاء والتعادل في اللقاء. من الاخبار اللي بتقال ان في حاله يعني هزيمه فريق الجونه في هذا اللقاء في حاله هزيمه الجونه في هذا اللقاء اتجاه لتغيير الجهاز الفني لفريق الجونه، اعتقد فده دافع ممكن يكون قوي جدا لفريق الجونه وللجهاز الفني لتقديم مباراه كبيره امام النادي الاهلي. عايز اروح لنقطه حسين الشحات يا كابتن اسلام لان فيها بعض الامور والكواليس خلينا اقولها من خلال حضرتك. اتفضل يا فندم. حسين الشحات عقب مباراه بتروجيت كان اشتكى من الام في الركبه. طبعا المباراه كابتن اسلام كانت يوم السبت. عقب المباراه كان الفريق استأنف تدريباته يوم الاحد. دكتور احمد ابو عبله يعني عمل اختبار وكشف طبي على حسين الشحات، وبالتالي فضل انه حسين الشحات يؤدي بعض الجلسات التاهيليه والجلسات الاستشفائيه، واليوم ده حسين الشحات ياسر ابراهيم عمرو السوليه لم يخوضوا اي تدريبات مع الفريق، وبالتالي النهارده كان التدريب الثاني قبل السفر الى الجونه. تم برضو عدم يعني اكتمال الناحيه الطبيه لحسين الشحات، وبالتالي الدكتور احمد ابو عبله ابلغ مستر ريكاردو سواريش بعدم جاهزيه حسين الشحات ووجود شكوى والام في الركبه، وبالتالي فضل الجهاز الطبي ان هو يعني يخرج خارج القائمه، وبالتالي مستر ريكاردو سواريش ايضا خد القرار بخروج اللاعب حسين الشحات من القائمه. اخبار تانية اقيل يعني تم اثارتها عن محمد عبد المنعم، اوضح لحضرتك ان محمد عبد المنعم بيغيب عن هذه المباراه نظرا لحصوله على الانذار الثالث.
يعني لتراكم الانذارات وليست لناحيه طبيه او شكوى طبيه. ايضا يعني ياسر ابراهيم كان شعر بشد في العضل واجهاد، ففضل الجهاز الطبي ان هو يريحه، وبالتالي انت عارف ضغط المباراه، وبالتالي ان انت بتريح بعض اللاعبين نظرا عندنا مباراه صعبه جدا امام فيوتشر وامام بيراميدز ومباراه النهائي كاس مصر في يوم 21. الجهاز الفني بيتعامل مع المرحله بغايه الدقه يا كابتن اسلام. الفريق اول ما وصل عقب تناول وجبه العشاء اجتمع الجهاز الفني بقياده مستر ريكاردو سواريش، كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، رتبوا تفاصيل اليوم غدا باذن الله، كلموا طبعا في اجتماع جمع ما بينهم للتحضير لهذه المباراه. اللي احنا لامسينه الجديه اللي على وجوه الجهاز الفني يا كابتن اسلام، الجديه اللي على وجوه اللاعبين، اللاعبين حاسه، ودي نقطه عايزه برضو اقولها لحضرتك يا كابتن اسلام، اللعيبه حاسه بالحملات الممنهجه على النادي الاهلي، اللعيبه لمسه هذا الامر، لمسه الحملات اللي ممنهجه على الجهاز الفني بالتحديد، على الجهاز الفني، على بعض اللاعبين، وده بيزود لعيبه النادي الاهلي صلابه، والمواقف الصعبه دي بتقوي لعيبه النادي الاهلي. حضرتك واحد من كباتننا اللي اتعرضتوا كتير جدا لهذه المواقف، ان دايما بتيجي في الفترات الصعبه، فترات الحسم، انت في مرحله مهمه جدا، تلاقي الحملات الممنهجه بدات انها تزداد على النادي الاهلي. لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، جمهور النادي الاهلي، ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي، العقليات والشخصيات بتاعت لعيبه النادي الاهلي، التحضير النفسي اللي بيعمله الكابتن سيد الكابتن سامي، اعتقد بيكون ليه كلمه السر. عايز اكلم حضرتك نقطه ايضا يا كابتن اسلام على التحضيرات هنا في الجونه، يعني الجميع هنا بيحتفي بالنادي الاهلي في استقبال النادي الاهلي، ومن المتوقع ان شاء الله امتلاء الاستاد خالد بشاره بالجماهير اللي بتتوافد على يعني في كل مكان، يعني شايفين احتفالهم واستقبالهم للنادي الاهلي. كتير جدا من الجمهور قالوا ان الاهلي بالنسبه لنا انه يكون موجود في الجونه بتبقى احتفاليه كبيره جدا، هتبقى اعداد كبيره جدا من الجماهير هتكون حريصه انها تكون في الملعب المباراه. درجات الحراره هنا في الجونه يا كابتن اسلام بتتكلم في 30 درجه مئويه، يعني في ارتفاع شويه في نسبه الرطوبه، لكن ان شاء الله يعني نتمنى غدا تبقى المباراه الجو بقى ملائم ونشوف مباراه ما بين الفريقين، طبعا نتمنى فيها التوفيق لفريق النادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك ايضا على كواليس يوم الاهلي غدا بمشيئه الله. اتفضل. هيكون تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 3، ثم المحاضره الفنيه لمستر ريكاردو سواريش هتكون في تمام الساعه 7 الا ربع، ومن ثم عقب المحاضره هيكون التحرك الى ملعب خالد بشاره اللي هيستضيف احداث اللقاء. تقدر تقول يا كابتن اسلام دي كل الكواليس الخاصة بالفريق هنا في مقر الإقامة، لكن أنا موجود معاك يا كابتن إسلام لو في أي استفسار أو أي تساؤل بخصوص الفريق أو أي فرد في فريق النادي الأهلي. لا بالعكس، أنا بشكرك جدا يا فاروق، دايما بتغطي لنا كل حاجة بصراحة وبوضوح الحقيقة، وبتغطي كل جوانب الموضوع، لأنه الحقيقة الناس كلها كانت تنتظر ماذا ستقول قناة النادي الأهلي في قصة حسين الشحات، أو في موضوع حسين الشحات، وحضرتك قلتها بشكل واضح جدا أن كان هناك اتفاق ما بين الجهاز أو رئيس الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو عبلة والمدير الفني ريكاردو سواريش على عدم وجود حسين الشحات في هذه المباراة. أما بالنسبة لمحمد عبد المنعم فتراكم البطاقات يعني بسبب وجود ثلاث إنذارات، وبالتالي لن يكون متواجدا في هذه المباراة. بقية اللاعبين أعتقد الأمور بالنسبة لهم واضحة جدا، وبالتالي أنا بشكرك جدا يا فاروق على تواجدك معنا وعلى كل هذه الأمور. لو في حاجة تانية عايز يقولها يا جماعة، كان عايز يقول حاجة كابتن اسلام، خليني برضه أقول لحضرتك. اتفضل اتفضل يا فاروق. اتفضل، خليني أقول لحضرتك بنقطة مهمة برضه يا كابتن اسلام، فضل. إن طبعا الاتحاد المصري كان أعلن عن طاقم تحكيم لقيادة هذا اللقاء بقيادة الكابتن محمد عادل، وهيعاونه سمير جمال وهاني خيري. نقطة مهمة إن آخر مباراة قادها محمد عادل للنادي الأهلي كانت هي مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت انتهت في الدور الأول بفوز النادي الأهلي ب5 أهداف مقابل 3 أهداف، أو المباراة اللي إحنا بنقول عليها دايما أو اتقال عليها كابتن إسلام إن هي مباراة فرق هدفين. فنتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله كابتن إسلام. أنا بشكرك جدا زميلنا وصديقنا العزيز فاروق صلاح، الحقيقة عاملين شغل رائع جدا، وكالعادة الحقيقة دائما قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل هذه الأمور. الحقيقة هاخد بس من كلام فاروق، لأنه أنا لو عايز أعمل مشكلة كابتن عصام عبد الفتاح، لو عايز يعمل مشكلة مش هيفكر زي ما حصل. يعني إيه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ طلع امبارح ولا أول امبارح على ما أتذكر من كام يوم، يعني ماتش بتروجيت، بعد الماتش قال لك ايه؟ قال لك ان محمد عادل يعني ما بيحكم لناش ليه؟ كابتن عصام النهارده
طاقم تحكيم بقيادة الكابتن محمد عادل. على فكرة مفيش مشكلة، مش هو ده القصد، ولكن طبعا النية واضحة، النية واضحة. انت لو عايز تعمل مشكلة يا راجل ما يحصلش كده، ما تستنى اصبر اسبوعين ثلاثة وبعد كده ابقى اعمل هات الكابتن محمد. الكابتن محمد عادل خلاص احنا قلنا ياما فيه، قلنا حاجات كتيرة جدا جدا حصلت وموضوع الاحتواء والكلام ده كله، ولكن يعني انت مستني كابتن سيد عبد الحفيظ اللي اول من يومين ثلاثة بيقول احنا عايزين الكابتن محمد عادل يحكم لنا، هو الكابتن محمد عادل ما بيحكم لناش ليه؟ تيجي النهارده تحط له عشان الناس تحط له الكابتن محمد عادل او موجود، والناس بقى يقول لك الاهلي بيحكم ويسمعوا الكلام الاهلي. يا كابتن عصام هو في كده في الدنيا؟ على فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش تخيلات، الكلام اللي انا بقوله ده خليهم يشربوا، ما عنديش طبعا اثبات على هذا الكلام، ولكن تصدير مشاكل يعني بيحاول يصدر المشاكل وخلاص. يعني فاضل 16 ماتش للنادي الاهلي في الدوري، ما اصبر ماتشين ثلاثة يعني وبعد كده هات الكابتن محمد عادل. طبعا من حقه كرئيس لجنة الحكام ان هو يختار من يريد ان يضعه كحكما للساحة في اي مباراة هو عايزها، ولكن انا من يومين ثلاثة واحد طالع يقول كده النهارده اعمل كده واقول بقى خليهم؟ طيب ماشي، هنشوف بقى هيحصل ايه الفترة اللي جاية. حضرتك بتصدر ضغط للحكم وضغط للنادي وضغط لجمهور النادي، احنا مش فارق معانا بالمناسبة، خلي بال حضرتك احنا ما بيفرقش معانا الكلام ده، انا كل اللي بيفرق معايا ان انا محتاج العداله جوه الملعب فقط لا غير. لو حضرتك هتديني العداله مع كابتن محمد عادل، مع كابتن عصام عبد الفتاح، مع كابتن فلان الفلاني، مع كابتن علان العلاني، مش فارق معايا. انا اللي فارق معايا ان حضرتك تديني العداله اللي تخليني يا اكسب بعداله، ولو اتغلبت اتغلب بعداله. ساعتها انا وكل الناس وكل الاعلاميين الرياضيين اللي موجودين هيتكلموا في انه النادي الاهلي كان وحش، المدير الفني ما عملش كذا كذا كذا، لكن التحكيم كان رائع. بالمناسبه لو لقينا التحكيم رائع هنطلع نقول ان التحكيم كان جيد. بعدين يا كابتن عصام هو حضرتك هتقدم استقاله ولا مش هتقدم استقاله؟ هو كلاتنبرج هو ينفع المقدم يتكلم مع اللواء بناء على كلامك او يدي اوامر للواء؟ ده بناء على كلامك مش كلام انا، حضرتك اللي قلت هذا الكلام مش انا. حضرتك اللي قلت لما عرفت ان كلاتنبرج هو اللي جاي يطور الحكام في مصر، حضرتك قلت هو ينفع المقدم يدي للواء اوامر؟ طب ايه نفهم ايه بقى من الكلام ده؟ كابتن عصام لو سمحت احنا محتاجين ان احنا يتم تحقيق العداله في كل المباريات التسعه اللي بتتلعب في كل اسبوع، كل اسبوع محتاجين تحقيق العداله. من فضل حضرتك حقق العداله لل 18 فريق فقط لا غير، هو ده اللي احنا عايزينه. لكن بهذا الشكل وبهذا الاسلوب اعتقد هيكون عندنا مشاكل كتيره جدا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع حضراتكم في موضوع حسين الشحات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. هقرا لحضراتكم جزء من مقال الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في موقع الكابتن، رئيس القسم الرياضي في موقع الكابتن. اخر حاجه يعني هو طبعا مقال انا شايفه مقال لطيف جدا، ولكن اخر المقال هو اللي يهمني لان هتكلم عنه. استاذ سعيد بيقول ما اود قوله في نهايه المطاف بأننا لم ولن نقصد أبدا تجريح الشحات، فكنا داعمين ولازلنا داعمين له ولكن لاعبينا ولكل لاعبينا، لكن دعمنا ليس مشروطا بما يروق لك. أن أكبر خطيئة قد تمارس بحقك تلك التي يمارسها من يخدعوك، من يخدعونك، يصورونك مثاليا، يحيطونك دائما بالأكاذيب فيدعونك غارقا في بحر الفشل، فيدعونك غارقا في بحر الفشل حتى تستفيق على صدمة، على يقين كامل بأن الدفاع المستميت ومحاولة وقف أي نقد يصدر ضد اللاعب ليس موقف القناة ولا موقف النادي ولا موقف محمود الخطيب الذي علمنا دائما ولا زال يعلمنا كيف نكون ناجحين فاعلين قدوة لغيرنا
فهل يدرك الشحات أين يقف قبل فوات الأوان؟ ده دستور الأساطير، لماذا لا يتعلم الشحات من دروس الخطيب؟ ده في موقع الكابتن. والحقيقة أستاذ سعيد قال اللي أنا عايز أتكلم فيه، هل غير مسموح بنقد حسين الشحات أو أي لاعب في النادي الأهلي؟ حضرتك يا أستاذ سعيد، وهو صديق يعني، أستاذ سعيد صديق، أستاذ سعيد علي صديق يعني، أستاذ سعيد حضرتك لو اتبعت أو شفت قناة النادي الأهلي واستوديو قناة النادي الأهلي هتعرف أن لا يوجد أحد فوق النقد، لا يوجد أحد فوق النقد، ولكن ممكن نكون بننتقد بطريقة أكثر إيجابية، لأن احنا عارفين كويس جدا أن حسين الشحات وغيره من اللاعبين اللي بيتم انتقادهم داخل قناة النادي الأهلي، داخل قناة النادي الأهلي هم قيمة كبيرة للنادي الأهلي، كلنا عارفين هذا الكلام بما أنهم موجودين في هذا النادي وولاد النادي، يعني بقى لهم 4 5 سنين في النادي وياما جابوا بطولات. لماذا لم يكن حسين الشحات لما خد هذه البطولات لعيب بيلعب كرة شوارع؟ هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، هي دي النقطة اللي زعلتني جدا 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 من موقع الكابتن والأستاذ سعيد. وبالمناسبة الأستاذ سعيد له حق الرد، لو عايز يا ريت يخش معانا على التليفون ونقدر نتكلم معاه في هذا الأمر، لأنه الكلام اللي هو قايله في المقال اللي هو كاتبه بإيده خلاني أغير الكلام اللي أنا كنت هقوله الحقيقة، لأنه هات لي يا سمير شويه العناوين اللي اتقالت خلال الفتره الاخيره على موقع الكابتن. فلو حضرتك يا استاذ سعيد، لو حضرتك شايف ان هذه العناوين هي نقد بناء، هي نقد بناء، اوكي، ولكن جمهور الاهلي يصدم امير هشام في حسين الشحات بعد هجومه على مقال الكابتن. احنا ما بنهاجمش، احنا دايما بنتكلم بشكل ودي. مفاجاه ريكاردو سواريش يشيد باداء حسين الشحات. حسين الشحات كره الشوارع تليق بك. خليك بس واقف معايا هنا شويه يا سمير لو سمحت. هل هذا العنوان يا استاذ سعيد يمثل نقد بناء؟ اللي انا مع حضرتك فيه 100%، لان النقد اساسه او نقد النقاد الرياضيين اساسه ان هو يصلح حاجة تكون موجودة في النادي الأهلي، في نادي الزمالك، في نادي الإسماعيلي، في كل الأندية. فالحقيقة أنا كنت مبسوط جدا بالحوار أو بالمقال اللي عمله أستاذ سعيد، ولكن في نفس الوقت أتمنى أن أستاذ سعيد يرد عليا ويقول لي يعني هل يا أستاذ سعيد كرة الشوارع تليق بيك ده عنوان لطيف، عنوان كويس؟ هل هو نقد بناء زي ما حضرتك قلت في مقالك اللي انا لسه قاري نصه؟ معلش هو مقال كبير بالمناسبه للي عايز يقراه، لانه مقال لطيف وكويس، استاذ سعيد بيكتب بحرفيه فكتابته جميله فكتبه حلو فعلا، كلنا بنتعلم من الكابتن خطيب، مين ما بيتعلمش من الكابتن خطيب؟ انا اسف جدا يعني، هو مين ما بيتعلمش؟ كلنا في بعض المواقف، انا شخصيا كنت في بعض المواقف وتعلمت من الكابتن خطيب حاجات كتيره جدا، غيري وغيري وغيري واحسن مني مليون مره، وناس كتيره جدا، اصدقاء كتير جدا اتعلموا من الكابتن خطيب. حسين الشحات لازم يتعلم من الكابتن خطيب. هل حضرتك تتخيل يا استاذ سعيد ان حسين الشحات مثلا لا يعلم ان هو مش ماشي كويس الفتره اللي فاتت؟ 100% حضرتك عارف ان اي لعيب بينه وبين نفسه بيبقى موجود، ولكن عندما نجد أو عندما يكون هناك انتقاد من داخل النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي بيكون انتقاد عشان نبني عليه خلال الفترة اللي جاية، لأن بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي حسين الشحات أحد لاعبي النادي الأهلي. ممكن ننتقده وجمهور النادي الأهلي بينتقده وإحنا ننتقده ما عندناش مشكلة، ولكن في النهاية أنا أقف كثيرا عند هذا العنوان، كرة الشوارع تليق بيك، هل ده عنوان عادي؟ أتمنى الأستاذ سعيد لو يقدر يعني يعمل معانا مداخلة تبقى لطيفة جدا ونسمع منه رأيه ووجهة نظره في هذا الأمر، لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب خلونا بقى نروح للأخبار اللي عندي النهاردة، لأننا النهاردة الحقيقة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عندي صديقي العزيز واخويا وحبيب الاهلاويه الحقيقه الاستاذ اسامه السويسي، بقى لي فتره طويله، وحضراتكم عارفين الاستاذ اسامه ما بيبقاش قاعد معانا هنا في القاهره، الا لو كان قاعد معانا كان هيبقى ضيف دائم الحقيقه معانا في قناه النادي الاهلي، فلما بيجي فرصه او بيجي اجازه على طول بنخطفه وبيكون معانا
والله. طب كويس جدا. لما بيكون استاذ اسامه معانا بنجيبه على طول، هو وصديقنا واستاذنا وناقدنا الرياضي الكبير استاذ جمال الزهيري هيكونوا معانا ان شاء الله في الفقره القادمه. استاذ سعيد ازي حضرتك يا فندم؟ استاذ سعيد. ألو. يا استاذ سعيد اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. واولا سعداء جدا بوجودك معانا، وانا الحقيقه اتبسطت جدا من المقال اللي حضرتك كاتبه. انا لسه قاري نصه بس معلش، تعرف المقال طويل فقريت النص الاخير من هذا المقال، ولكن انا وقفت قبل المقال الحقيقه عند نقطه مهمه جدا. حضرتك اتكلمت على النقد البناء مش لحسين بس، انت حضرتك كنت بتتكلم على حسين لانه موقع الكابتن بقاله فتره يعني ماسك حسين شويه. فحضرتك اتكلمت تحديدا ان هل حسين ممكن يتعلم من الكابتن خطيب، وقلت بعض المواضيع في هذا الامر. وبالتالي انا مع حضرتك في اشياء كثيره جدا وفي النقد البناء، ومن حق حضرتك طبعا ومن حق اي حد ان هو ينقد اللاعبين، ولكن معلش هات لي العنوان تاني يا سمير لو سمحت. هل حضرتك شايف ان هذا العنوان يليق بنقد بناء؟ بمعنى ان كرة الشوارع تليق بك، هل حضرتك شايف ان العنوان ده طبيعي ويعني ينفع يتقال على مش حسين، على اي لعيب كرة؟ تمام. طيب فضل. خليني في البدايه كابتن يعني ناخد الموضوع واحده واحده. اتفضل يا فندم. يمكن انا سمعت امبارح زميلي العزيز الاستاذ امير هشام، وهو برضه بيتناول الموضوع وانتقده يعني، وربما اتهمني او اتهم الموقع بممارسه الكراهيه اوكي والحقد على حسين. وطبعا هو متفق وربما اتفق مع حضرتك شويه في ان الموضوع او العنوان في بعض الحده او في حديه في النقد. هاتوا لنا امير يا جماعه لو سمحتم مع الاستاذ سعيد على الهواء لو سمحتم. لكن خليني اقول يا كابتن انه يتماشى مع الحاله ومناسب جدا للوقت، لان نقد حسين الشحات او كابتن حسين الشحات اللي له مني كل احترام طبعا، عندي كتابات كثيره جدا جدا توقعت فيها في تحليل التفاصيل معينه انه مشروع محمد بركات جديد، وكتبت ده نصا وكنت جدا مؤمن جدا بان حسين الشحات نوال مشروع مهم للاهلي ولمنتخب مصر. لكن مع تقديم ومستويات متراجعه والنقد مر بمراحل مختلفه، كانت هاديه في بعض الفترات ثم ارتفعت شويه، فمع التراكمات الكتير والتراجع المستمر لحسين الشحات واصراره على بعض انه ما يتعلمش من الاخطاء نفسها، هي يا اخي يا كابتن اسلام بشكل فني انت راجل بتاع فنيات قوي. لما الاقي حسين الشحات بيمارس نفس التصرف كل مره ان هو مصمم استاذ سعيد تماما. استاذ سعيد هخلي حضرتك تكمل، ولكن هل تعلم حضرتك ان ارقام على فكره انا متفق مع حضرتك في هذا الامر في امور كثيره يعني فضل. ولكن انا يعني خلال الفتره السابقه احنا اتكلمنا في هذا الامر بشكل كبير جدا، ولكن صحيح وانا متابع الارقام جدا لحضرتك يا كابتن ولام ده كويس. اتفضل. الارقام يا فندم، الارقام بتقول تمام ان حسين الشحات من افضل خمس اجنحه في مصر. حلو جدا. ان لم يكن الافضل، انا بس عشان مش متذكر الارقام تحديدا، ف لكن هل حضرتك برضو تعلم يا استاذ سعيد ان من داخل قناه النادي الاهلي بيتم انتقاد اللاعبين، ولكن انا القصه بالنسبه لي يا كابتن انا مارست النقد داخل قناه النادي الاهلي، مارست نقد مجلس اداره النادي الاهلي، وعشان كده انا بشوف ان النادي الاهلي هو المشروع والمكان الاكثر احترافيه اللي مؤهل ينقل الكره المصريه النقله اللي احنا نحسها. عشان كده انا لما بقارن بايرن ميونخ المنظومه اللي بتمارس النقد الذاتي، واللي جوارديولا اشتكى وقال ان اكتر حاجه كانت بترعبني في فريق بايرن هي مجله النادي، انا شايف ان النادي الاهلي وقناته ومجلته ومنظومته الاعلاميه هي اكثر منظومه في الشرق الاوسط وافريقيا قادره تطبق النموذج الاوروبي، نموذج بايرن ميونخ، نموذج النماذج الناجحه الكثيره. عشان كده انا شايف ومتاكد تماما ان حضرتك دلوقتي متقبل وجهه نظري. على فكره قد يكون حسين، انا مش هتكلم عن حسين، ولكن قد يكون حسين متقبل، ولكن انا لو لعيب يا استاذ سعيد، انا كنت في يوم من الايام مكان حسين. صحيح. لو انا اتكتب عليا، انا بقول لحضرتك اسلام بقى، لو اتكتب عليا عنوان بهذا الشكل انا هبقى متضايق جدا جدا من اكيد طبعا يا كابتن بصراحه، يعني احنا بنسعى من خلال ده انه يحرك حسين ويخلق حاله تركيز يعيده الى حسين الشحات. انا معاك في ده 100%. انا استاذنك عايز اوضح حاجه. اتفضل يا فندم. اتفضل بس على فكره انا عايز بس اقول لحضرتك يا استاذ سعيد ان صديقنا وزميلنا العزيز الاستاذ امير هشام معانا على الجانب الاخر برضو، لانه
تحياتي طبعا انا اسمعه دلوقتي يعني احب اسمعه وانا امير صديق عزيز وانا طبعًا. يعني هو انا بحبه قد ايه. اتفضل. خليني اقول يا كابتن فيما يتعلق بالارقام، هل حضرتك تعلم ان وليد ازارو يمتلك اعلى نسبه تهديف في تاريخ الاهلي؟ يعني عدد المباريات مقارنه بنسبه الاهداف المسجله واسهم فيها في اسيستات او حصول على ضربات جزاء اكثر من عماد متعب وفلافيو، وانا اجريت هذه المقارنه. بقول لك ايه، لا مفيش اكثر من عماد متعب بقى، يعني ما تزعلش مني. ايوه نسبه، لا نسبه التهديف يا كابتن، نسبه التهديف، نسبه التهديف نسبه التهديف في عدد مباريات معين يعني. عدد المباريات مقارنه بعدد الاهداف نسبه تهديفي اعلى من عماد متعب من فلافيو. الوحيد اللي ما عرفتش اقارنه بيه كان كابتن حسام حسن، لان ارقامه قديمه شويه ما عنديش ارشيف ليها. لكن الارقام بتقول ان اسهامات او نسبه تهديف وليد ازارو اكثر من اهم مهاجمين في تاريخ الاهلي على الاقل الحديث. طيب مظبوط. رغم ده، رغم حسين الشحات كان او وليد ازارو كان بيلقى انتقادات غير عاديه وشرسه، وفي النهايه رحل. ليه؟ لان في النهايه منظومه الاهلي بتساعد ازارو انه يقدم الارقام دي، وبتساعد حسين الشحات انه يكون واحد من اهم خمسه. ده الطبيعي، اثنين جناحين في النادي الاهلي اهم منظومه في افريقيا والشرق الاوسط، فريق متكامل، بالتالي طبيعي جدا ان المهاجم بتاعه يبقى اعلى. انا ما عنديش مشكله يا استاذ سعيد في كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده على دماغي 100%. انا فاهم حضرتك طبعا، انا وصلت الفكره. دول الارقام نتاج منظومه مظبوط، وصلت الفكره. فانت حاجه اخيره، معلش انا اسف. اتفضل يا فندم. لا اتفضل. النهارده جابرييل خيسوس ورحيم ستيرلينج على بعد، خلاص خيسوس رحل الى ارسنال، ستيرلينج قريب جدا من تشيلسي، والناس شايفه انهم عبء على منظومه جوارديولا، وجوارديولا بيحاول يطور بعناصر افضل، رغم ان ستيرلينج وخيسوس بيحتلوا المرتبه الثالثه والرابعه في الاكثر اسهاما في الاهداف في تاريخ مانشستر سيتي. تمام. يعني وصلت الفكره، ان حضرتك عايز تقول ان الارقام مش كل حاجه، ولكن انا مع على فكره انا بس مش عايز المنظومة. انا مش عايزك طبعا طبعا، وانا عايز اقول تخدم. طبعا صحيح. انا بس مش عايز اقول لحضرتك ان انا ايه، انا مش عايز اتكلم بلسان حسين، ولكن قد يكون حسين نفسه عارف ان هناك بعض التراجع في مستواه ويحتاج الى هزه، علشان على فكره احنا قلنا كلام، وان شاء الله يكون لنا دور في ده يا فندم. انا اقسم بالله دور 100%، ولكن بعيدا عن هذا العنوان يا فندم، بعد اذنك يا استاذ سعيد، هذا العنوان هو عنوان زي ما حضرتك يعني، خلينا نوصفه او نوصفه بهذا الشكل، ان هذا العنوان هو عنوان حاد جدا، حاد جدا جدا جدا. وانا لو كنت مكان حسين، انا ما اعرفش حسين زعلان ولا لا، ولكن انا لو كنت مكان حسين انا كنت هزعل جدا جدا من هذا الموضوع. امير هشام كنت هزعل يا كابتن طبعا، كنت هزعل، بس كنت هراجع نفسي، لان دايما ما احبش اكون اكيد ضحية. بيراجع نفسه يا استاذ سعيد 100%. جوانب الكسور عندي. حاجه اخيره كابتن حابب اقولها برضو، هو الكتابه صخره فيها نوع من السخريه، بس هل في حد في مصر ما كانش بيستنى باسم يوسف عشان يضحك وهو بينتقد الجميع باسلوب ساخر؟ كلنا بنحب المادة الصخرة، لكن بنزعل منها في حالة واحدة بس. أيوة. لما تمس شخصنا أو بتمس الناس اللي احنا بنحبها أو بتمس عصر. خالص والله والله يا أستاذ سعيد، أنا بالنسبة لي أنت متقبل يا كابتن؟ لا مش متقبل، أنا مش متقبل جداً. العنوان ده والله بجد صدقني. العنوان ده بالنسبة لي أنا مش متقبله تماما تماما تماما، لأنه تمام. يعني قد يكون حسين اللي معرفش، أنا ما سألتوش، لكن انا متاكد 100% ان حسين كمان لا يتقبل مثل هذا الامر. لكن حضرتك ممكن تقول ايه، لا مش انا اللي هعدل عليك، لكن اقصد ان انا ممكن تقول ايه، ان اي حسين الشحات ما بيعرفش يرفع اوفر مثلا، خلاص انا مش هقدر اتكلم ساعتها، لانه حاجه ابسط من كده شويه، ما بيعرفش مثلا اسلام الشاطر، ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يخش يمين، ما بيعرفش يخش شمال، يعني نقدر ننتقد في الاداء الفني. بعد اذنك نسمع بس زميلنا العزيز وصديقنا أمير هشام، لأن حضرتك طبعا مقدم برنامج الترند في قناة النادي الأهلي. أمير، معانا الأستاذ سعيد علي على الجانب الآخر، ويعني هو الأستاذ سعيد بيقول أن حضرتك في حلقة امبارح اتكلمت ببعض الحدية برضو، بما أننا بنتكلم عن الحدة، فاتفضل يا أستاذ أمير. كابتن إسلام، تحياتي ليك في البداية طبعا، ولكل مشاهدينك ولكل متابعي قناة الأهلي في كل مكان، وتحياتي للزميل سعيد علي، وهو صديق يعني لي بعتز بصداقته. لكن أنا بصراحة مش عارف هو زعلان من إيه، لكن اللي المفروض يزعل هو جمهور النادي الأهلي. أنا مش زعلان، الناس اللي هي ممتهنة مهنة الإعلام، لأن إحنا لما نيجي نتكلم على عنوان زي ده يا كابتن إسلام، عمر ما كان ده اللي احنا درسناه في الاعلام. انا واحد خريج اعلام، واكيد ناس كتير جدا
عارفه الجوانب المهنيه المفترض ان احنا نتبعها في رسالتنا الاعلاميه، لكن لما يبقى يكون في عنوان يقول لك يا حسين شحات كره الشوارع تليق بيك، ده مش اعلام اطلاقا. لما حد يقعد يتريق على حسين الشحات او ايا كان مين هو اللاعب، او حتى لو لعيب في اي نادي تاني، بالمناسبه احنا مش عشان الناس نتكلم عن النادي الاهلي، احنا بنتكلم بشكل عام ان في متن الخبر اللي اتكتب في موقع الكابتن ان لاعب المفروض محترف بياخد فلوس قد كده، ما ينفعش يقعد يهوش اللاعب اول لاعب وثاني لاعب ويقعد يهوشه لما لقاش حد يهوش نفسه، ده كلام غير مهني بالمره وكلام اكيد ما حدش يقبله خالص. فلو سعيد زعلان، بالمناسبه انا كلمت سعيد بعد الحلقه امبارح لانه في علاقه ما بيني وما بينه، طبعا الراجل طبعا كان بيجي لي البرنامج القديم بتاعي، وكنت بدخله مدخلات في البرنامج بتاع الترند الحالي اللي موجود على قناه الاهلي، وانا بحترم جدا رؤيته الكرويه ونظرته التحليليه. لكن لما كلمته امبارح قال لي انت عندك حق يا امير، وقال لي انا فعلا الخبر ده عدى عليا بما اني مسؤول عن الموقع، فانا للاسف ما ركزتش، وفعلا انت عندك حق الاسلوب ما كانش كويس. لكن في نفس الوقت دورنا احنا كقناه النادي يا كابتن اسلام، وانت ادرى مننا بالكلام ده، ان لما يكون في هجوم باسلوب فج على لاعب لمجرد ممكن يكون في نيه من نوايا مثلا الاهانه للاعب او جانب من جوانب الكراهيه تجاه اللاعب، لا لازم يكون في وقفه طبعا. لان ده امر لا يليق بالمره باسلوب مهني من المفترض ان هو يتبع في مختلف وسائل الاعلام سواء المرئيه او المسموعه او المقروءه. فدي انا شايف ان مفيش حاجه اصلا يعني تزعل سعيد، بالعكس المفروض احنا اللي نزعل ومفروض جمهور. لا انا مش زعلان يا امين وهرد على علي. خلينا نسمع بعض عشان وهسيب حضرتك تتكلم يا استاذ سعيد. اتفضل. وحسين هو طبعا اللي يزعل، وفي نفس الوقت الكلام في المتن يا كابتن اسلام لو قريت متن الخبر الكلام حسسني ان حسين عمل جريمه في ماتش بتروجيت، او ان حسين جاله فرص كتير جدا وضيعها. طب ماشي، ممكن نقول ان حسين ما كانش موفق في بعض الفترات، ودي حاجه بتحصل لاغلب لعيبتك او لكل لعيبه الكوره، وانت كنت نجم كبير يا كابتن اسلام وعارف الكلام ده كويس جدا. ما فيش حد بيفضل في التوب فورم بتاعه، بيروح معدلات صعود وساعات بيبقى في معدلات هبوط في مستواه، ده طبيعي جدا في الكوره. ممكن حسين ما يبقاش موفق في بعض الفترات، فان لو احنا مثلا عايزين ننتقد حسين، وده اللي المفروض يتبع بشكل طبيعي جدا، ننتقده بشكل يكون بناء نساعد حسين في العوده للمستوى. مظبوط يا امير، بس انا عايز اسالك سؤال وانت تحديدا، لانه انا سمعتك يعني انا بسمعك دايما على طول الحقيقه، وكل جمهور النادي الاهلي بيسمعك. من حوالي اسبوع 10 ايام انت نفسك انتقدت حسين بطريقه لطيفه. واعتقد في الاستوديو التحليلي مش بتروجيت، اللي كان قبل بتروجيت، المباراه اللي كانت قبل بتروجيت سموحه، اعتقد ان هو برده كان هناك بعض الانتقاد للفريق بالكامل وخصوصا كان حسين. وعلى فكره يعني حصل الانتقاد ده على الهواء مباشره يا استاذ سعيد، مش طبعا. مثلا صحيح. مش مثلا ان احنا بنعمل كده، لكن زي ما قلت لحضرتك احنا في الاخر سواء انا سواء امير سواء اساتذتنا الاستاذ عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المناسي وكل المذيعين اللي موجودين في قناه النادي الاهلي متضايقين جدا وزعلانين جدا من هذا العنوان الفجأة، يعني الصعب جدا الحاد جدا، انا هستعمل طريقتك، الحاد جدا 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 في حسين الشحات يا استاذ سعيد. كابتن اسلام ممكن بس اسمح لي قبل ما سعيد يكمل بس كلامه، مع احترامي يعني. نعم. احنا يا امير اتفضل. احنا في قناه الاهلي يا كابتن اسلام لو مثلا في لعيب وحش واحنا طلعنا نقول ان اللعيب ده حلو لمجرد ان احنا قناه الاهلي، فعمر من الناس هتتفرج او هتسمع القناه. لا لازم يكون في منطقيه في تحليل الماتشات، في تناول اداء اللاعبين وكلام من. انا عن نفسي ودي حاجه انا دايما مركز معاها، ان لازم اكون واضح ومنطقي مع المشاهد اللي بيتفرج عليا عشان يقتنع بكلامي. عشان كده كل جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليك. بالظبط، لما يكون في لعيب زي مثلا حسين الشحات مش موفق بنطلع نقول طب هقول لك على حاجه، الشناوي قائد الاهلي واحد افضل الحراس في افريقيا، الشناوي الفتره الاخيره ما كانش موفق تمام؟ وبعد مباراه بيراميدز انا اول واحد طلعت في البرنامج عندنا في القناه كابتن اسلام قلت ان الشناوي بيمر باسوأ فتراته او مش موفق، وواثق ان الشناوي هيرجع بسرعه لان انا عارف ثقه الشناوي في نفسه وعارف شخصيته القياديه كويس ازاي يقدر يتعامل مع نفسه ويرجع نفسه لمستواه، لكن اقرنا بان الشناوي بعيد عن مستواه. لو احنا قلت ان الشناوي في مستواه يبقى احنا ناس غير منطقيه. برافو عليك، لو قلت كده يا امير يبقى خلاص، يبقى انت يعني ما تزعلش مني، انا اسف ان انت تقول هذا الكلام، انه نفسه محمد الشناوي نفسه عارف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وعلى فكره اي لاعب كره في العالم
كله بيجي وقت بيبقى مستوى اقل. استاذ سعيد اسمعك لو حضرتك حابب ترد او تتكلم مع امير يعني. مفيش طبعا احنا مش عايزين رد واحنا في الاخر اصدقاء كلنا وعايزين نلم مع امير. العلاقه مع امير اكبر بكتير جدا من ان احنا نروح نسمع بعض يا امير لو سمحت. لا انا حابب بس اقول لامير حاجه. انا مش زعلان خالص طبعا يا امير، بالعكس خالص. انا متقبل لغتك ومتقبل طريقتك، حتى يعني بعض زمايلي اللي شافوها قالوا ان امير اكثر حده منك انت بطريقته، لكن مع ذلك انا متقبلها، لان انا فعليا بتقبل اي نوع من النقد حتى لو البعض شافه حاد او زياده عن اللزوم او في سخريه. انا اتعلمت زي ما انت اتعلمت في الاعلام يا امير بعض الحاجات، انا اتعلمت ان انا اتقبل هذا النوع من النقد مهما بلغت لغته وشدته وحدته. لكن انا عايز اقوله لامير الاخ والصديق قبل ما يكون بيختلف معايا دلوقتي في الفكره، ايهما اكثر جرما؟ ان سعيد علي او شخص ما كين بيتهم حسين الشحات انه لاعب شوارع او انه اسلوبه فنيا في مشاكل، ولا ان اعلامي صاد مش مهم امير هشام ولا مين يتهم زميل بانه بيمارس الحقد والكراهيه ويتهمه بدون دليل انه حاول يتصل بيه فما ردش عليه باين فاضطر يعمل ده؟ انا اقسم لك واقسم للجميع ان ولا مره حاولت اتواصل مع كابتن حسين الشحات، ولا ده كان اسلوبي في اي مره من المرات، واني بكتب باحساسي فقط. ربما اللغه بتكون حاده لان دي مشاعري في اللحظه دي. عشان كده يا امير لما قلت لك معاك حق ممكن اكون حاد، انا فعلا ما بوقفش قدام الكلام كتير، بنقل احساسي اللي حاسه بصدق في اللحظه اللي اتكتب فيها الكلام ده. لكن وجهه نظري تماما لا تستهدف شخصنا، لا تستهدف تقليد، تمام لا تستهدف شيء غير ان انا انقل احساسي اللي حسيته للكاتب. وانا عايز اقول حاجه اخيره، لو انا بمارس الكراهيه بالكلام ده كابتن اسلام في ملايين من جمهور الاهلي متفقين وبيقولوا اكتر من اللي انا بقوله. لا يا فندم ما عندناش مشكله على فكره، ما هو حضرتك دي النقطه يا استاذ سعيد، هي دي النقطه يا فندم، ان احنا ما عندناش مشكله في النقد، ولكن صحيح. انا بقول لحضرتك انا نفسي يا فندم انا كنت لعيب كوره وحضرتك كنت يعني ممكن انت اصغر شويه، لكن كان في ناس برضو بتكتب عليا. استاذ جمال الزهيري اللي هيكون معانا بعد قليل، استاذ جمال كان بيكتب عليا، كان ساعات يقول اسلام وحش، اسلام كذا، اسلام النهارده في كذا النهارده، ده طبيعي يا فندم. لكن هي المشكله بالنسبه اعتقد، انا مش هتكلم عن امير وهو معانا، ولكن اعتقد ان لان انا ده زعلني انا نفسي يا فندم كجمهور بقى الاهلي، مش كاسلام المذيع واسلام الاعلامي والكلام ده، لا لا لا، كجمهور النادي الاهلي انا زعلت على الرغم من ان انا ممكن اكون مع حضرتك في جزء كبير جدا، ان حسين نفسه عارف هذا الكلام ان هو متراجع خلال هذه الفتره، وبالتالي كلنا اقرنا بالامر ده، ولكن العنوان نفسه يا فندم لا يليق. دي وجهه نظري واعتقد ان ده كلام امير اللي بيقوله. اتفضل امير، يعني انا مش هتكلم بالنيابه عنك يعني. طيب كابتن اسلام، يعني بس برضو عشان اوضح كام نقطه يا جماعه. انا ما قلتش حقد، انا قلت فيه نوع من انواع الكراهيه ممكن تكون نابعه من كاتب هذا الخبر، ممكن احنا كلنا بني ادمين، لكن انا ما اقرتش او يعني ما اجزمتش بكده. تاني حاجه، ودي حاجه المفروض سعيد طبعا عارفها كويس جدا، ان في فرق يا جماعه ما بين الجمهور العادي بالظبط والاعلام. الاعلام بيوصل رساله، والاعلام ممكن ياثر بوجهه نظره على الجمهور، والاعلام اسلوبه ممكن ياثر على الجمهور بشكل يكون كويس، وممكن ياثر على الجمهور بشكل يكون سلبي غير مقبول. نعم. فبالتالي انا من وجهه نظري الزميل العزيز اللي انا بقدره وبحترمه جدا اللي كتب الخبر ده عن سعيد علي، انا ما اعرفش والله مين هو ده الصحفي المحترم اللي كتب كده، لكن في نفس الوقت انا بقول ان ده اسلوب غير اعلامي وغير مهني بالمره، وما اعتقدش. ما هو خلاص الاستاذ سعيد برضو اتفق معاك في هذا الامر ان هو، لكن بقول له ان ما فيش فرق، بقول له ان في فرق ما بين الجمهور والاعلام. هو بيقول لو انت احنا يا جماعه هنبقى جماهير تمام، خلاص نكتب اللي احنا عايزينه على السوشيال ميديا ونكتب اللي احنا عايزينه بالاسلوب اللي احنا. طب ما احنا مش عايزينك بقى تكتب حاجه على السوشيال ميديا يا امير اليومين دول، ولا انت يا استاذ سعيد بعد اذنك، عشان ايه احنا في الاخر يهمنا حسين الشحات نجم كبير يا استاذ سعيد. وطبعا امير انا مش لانه امير زميلنا، فبالتالي هيقول نفس هذا الكلام، ان حسين الشحات نجم كبير جدا ونفسنا وعليه شعبيه كبيره، ممكن جدا الناس تكون زعلانه منه في جزء او في وقت معين، لكن في النهايه يا فندم هو لعيب كويس جدا. صحيح. جدا جدا، ويستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير. وبما ان حضرتك يعني ما اعرفش هل ده، احب اقول رساله للكابتن حسين. كابتن والاستاذ في قناه الاهلي، يعني انا اتمنى كابتن حسين ان يعني انا بدايه يعني اعتذر لو
الاسلوب كان جارح في بعض النقاط. شكرا جزيلا يا استاذ سعيد. عايزك تتاكد تماما ان سعيد علي اللي كتب ده بيامل ويتمنى ويتعشم اكتر من كل الدوائر اللي انت ممكن تعتقد حواليك داعمه ليك انه يشوفك في النسخه الافضل منك. أنا قدمت كتابات كتيره جدا جدا، يمكن ربما انا كنت حتى متطرف في الاشاده بيك. يعني انا لما كتبت عنك بنفس احساسي وانا بشيد بيك اتهمت بان انا بطبل لك او بمارس حاجات من كده، برضو الطيار الثاني شافني كده. لكن نعم. عايز اقول لك ان الموضوع بعيد تماما عن شخصنا يا كابتن، واتمنى ان هو يكون حرك فيك بعض الحاجات وان انا اشوفك في نسخه افضل واشوفك في منتخب. هو ده مبتغانا دايما يا استاذ سعيد. طبعا. هو ده مبتغانا. واحب يا كابتن اسلام برضو يعني يهمني جدا حضرتك وزملائي فريق الاعداد واساتذتي في قناه النادي الاهلي. طبعا حاجه ما تبسطنيش خالص ان الاستاذ عادل الصيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وهم يعني اساتذه كبار طوال الوقت احنا بننتظر نتعلم منهم. طبعا زي انهم يكونوا زعلانين مني فانا لا بتقدم لهم. لا يكفي اعتذارك واحترامك ده شيء محترم جدا. انهم فوق راسي وانا طول الوقت حريص ان انا اتواصل معهم او اتعلم منهم او انهم يكونوا شايفيني بالصوره اللي انا احب اكون بيها ان شاء الله. انا اللي بشكرك يا استاذ سعيد. امير لو عايز تقول حاجه. طبعا انا عايز احيي سعيد على اعتذاره بصراحه ودي حاجه تحسب له. تحسب لك انت كمان بالمناسبه لان انت اللي اتكلمت في هذا الامر. يعني طبعا احنا النهارده بنكمل شغل امير لان امير هو اللي اتكلم في هذا الامر امبارح الحقيقه. كلنا يا كابتن طبعا بنكمل شغل بعض في قناه النادي ودي حاجه احنا بنتشرف بيها جدا. طبعا بحيي سعيد على اعتذاره دي حاجه طبعا تحسب له ومفيش حد برده دي حاجه انا عايز اكد عليها مفيش حد فوق النقد يا جماعه كلنا صوت. قابلين للنقد طالما ارتضينا بالعمل ان احنا نشتغل في العمل العام ده طبيعي جدا لكن في فرق ما بين التجريح وما بين النقد بس فان شاء الله باذن الله اتمنى الاحسين عندك حلقه بكره ولا ايه؟ لا بكره ان شاء الله هيكون زميلي محمد سعيد محمد ماشي واحد يعني ما فيش مشكله. اشكرك يا امير على وجودك معانا شكرا جزيلا زميلنا وصديقنا العزيز امير هشام زي ما حضراتكم شفتوا يعني دايما استاذ سعيد انا استاذ سعيد معانا؟ أنا بشكرك جدا يا أستاذ سعيد على وجودك معانا وبشكرك على احترامك الحقيقة في اعتذارك للكابتن حسين الشحات ولكل منظومة النادي الأهلي ولكل المنتسبين للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا لك يا أستاذ سعيد. الاعتذار من شيم الكبار دائما مش أي حد اللي بيعتذر عن شيء كلنا شايفينه حاد. أنا هستعمل كلامك ولكن كلنا شايفينه هو بوست حاد او عنوان حاد جدا. طيب خلينا نطلع بقى فاصل لان انا اتاخرت جدا النهارده زي ما قلت لحضراتكم ان انا الجزء القادم او الفقره القادمه هيكون معايا صديقنا العزيز الاستاذ اسامه السويسي طبعا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري اللي دايما بيكون مشرفنا ومنورنا ونسالهم طبعا في مدار ما بين الاستاذ سعيد والاستاذ امير في هذا الامر. الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ أسامة السويسي في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري. ازيك يا أستاذ جمال؟ شرفنا ومنورنا ويعني دايما سعداء بوجودك. دايما بكون سعيد وانا معاك. بتكتب كنت بتقطع فيا برضو انت زمان احنا. لا بس كنت بحبك والله. والله؟ والله وبحب لعبك. ودلوقتي بتقطع في لا على فكره ده لا يفسد للود قضيه. طبعا طبعا. يعني طبعاً. المهم يبقى فيه اللي احنا دايما بنسعى ليه نقد محترم. طبعا طبعا. يعني طبعا. ده مهم جدا يعني. خليني بس الاول ارحب بصديقنا العزيز ما بنشوفوش غير كل سنه مره يعني الاستاذ اسامه السويسي. ازيك يا استاذ اسامه؟ حبيبك يا كابتن. شرف ومنور وسعداء بوجودك معانا النهارده يعني في الاجازه. انت اجازه قد ايه؟ انا اجازه شهر وشويه. طب حلو جدا هتطلع معانا مرتين ثلاثه بقى. اتشرف طبعا. اولا انا ببقى في قمه سعادتي ان انا ببقى موجود في قناه الاهلي لان قناه الاهلي مش البرنامج بس اسمه البيت طبعًا. الكبير لان طبعًا. هي بيتنا الكبير طبعا. فبيتنا الكبير دي يعني الواحد بيبقى سعيد جدا بالتواصل معاكم وسعيد جدا بالوجود مع حضرتك وكمان مع استاذي استاذ جمال الزهيري طبعا. استاذنا كلنا الاستاذ جمال الزهيري طبعا طبعا طبعا. اسامه ده عشره عمر برضو في والله مش باين ان هو يعني في الاخبار لا ما يغركش كده. هو بس بيبقى ايه سفيف كده شويه بس هو قديم محافظ على اللياقه قديم اه ما احنا برضه اقول الحمد لله نقدر نلعب طبعا ربنا يديك الصحه.
طيب خلينا نبدا يا استاذ جمال، هبدا بحضرتك طبعا. اولا يعني رؤيتك لمباراه الجونه وكيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا في ظل ان احنا سامعين اخبار ان من الممكن جدا ان يكون الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي الجونه اخر مباراه ليه هتكون في هذه المباراه وهيمسك الكابتن طلعت يوسف. هل ده يكون يعني ودي اول مباراه في الدوري خلي بالك لسواريش برضو، هل ده ممكن يكون عامل ايجابي ولا سلبي بالنسبه للجونه اذا صح هذا الكلام؟ هي اولا المباريات القادمه للنادي الاهلي كلها خلاص بقت كلها مباريات كؤوس، يعني احنا عندنا في شهر يوليو بس عدد من المباريات اعتقد ان هي فاصله ومهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي في سباقين بقى، الدوري وكاس مصر القديم والبايت. كاس مصر البايت واخد بالك، فدول مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبدايتهم هتكون مباراه الجونه ان شاء الله، وخاصه بعد تعثر الاهلي في اخر مبارياته في الدوري دي برضو كان لها تاثير سلبي على موقف الفريق في صحيح. المنافسه مش ان هي المنافسه ضاعت عشان برضو نبقى واضحين لا، انه النادي الاهلي دلوقتي اصبح امام حقيقه انه لابد ان يفوز بكل مبارياته القادمه. وبرضه ده مش صعب على النادي الاهلي على فكره، لانه النادي الاهلي متعود طول عمره على مثل هذه الزنقات، يعني زنقه المباريات طبعا لان هو الاهلي على طول هو بيتاجل له ماتشات لان هو مشارك في افريقيا اضافه للظروف اللي مر بيها السنه دي، فالتحديات كبيره جدا. وزي ما حضرتك قلت انه وجود ريكاردو سواريش كأول مباراة له في الدوري هتكون مباراة مهمة جدا، وهو جاي برضو في ظروف كلنا عارفينها غيابات وإصابات وحاجات كتيرة جدا، لكن أعتقد أنه هو قادر على أنه هو يعمل عملية التبديل بين اللاعبين واخد بالك، يعني أنه هو يريح بعض اللعيبة ده ضروري جدا، والقايمة كلها بتاع النادي الأهلي قادرة على أنها تحل محل اللعيبة المجاهدين أو المصابين أو الموقوفين، يعني أقصد أنت داخل في مرحلة دلوقتي هي صعب. مرحلة صعبة بس أعتقد النادي الأهلي قادر على أنه يعدي منها، ما هيش طبعا ما هيش صعبة، هي فعلا مش مستحيلة ممكن تكون صعبة، لكن أكيد لعيبة النادي الأهلي اتعلموا خلال الفترة اللي فاتت انه ما يضيعوش ولا نقطه في المباريات القادمه. استاذ اسامه قبل ما ادخل في موضوع الاهلي والدوري والكلام دوت، انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه، لان امبارح تابعت حلقه ميشيل يانكون واليسا فلسوء حظنا ان انا واستاذ جمال ان احنا جايين بعد اثنين يعني من عشاق النادي الاهلي بصراحه، الالتلاء والاستاذ والدكتور عمرو محب كمان رد فعل هي كانت حلقه ال محبي الاهلي يعني بالظبط كده فعلا. يعني انا وانا جاي بقول يا رب الناس هترضى تتفرج علينا لا طبعا بعد ما شافوا ميشيل يانكون وإليسا وحبها وبتشجع وبتقول لها من ثالثه شمال بص اللي انا عايز اطلع بيه من الموضوع ده ان النادي الاهلي وعلاقته بالاجانب علاقه النادي الاهلي بالاجانب علاقه يسودها الود والاحترام الله طبعا بالدليل بالزبط. ما فيش مدرب ولا لعيب مشي من النادي الاهلي الا وما زال مرتبط بيه صح مظبوط، ولو حضرتك تاخد بالك ان انتوا عندكم هنا في قناه الاهلي لما بتيجي تقول لاي مدرب مر على تاريخ الاهلي تعالى عايزك بيجي لك فورا وبيقول كلام شاعر في النادي الاهلي مظبوط، فده حاجه المفروض الاهلاويه يعرفوا ان ده فاليو قوي للنادي الاهلي قيمه كبيره للنادي الاهلي، ما عندناش مدرب مشي من الملعب على المطار، ما عندناش مدرب مش غضبان لا او راح السفاره ما عندناش مدرب ليه عندنا فلوس ما عندناش مدرب يا سيدي الفاضل علشان بس ايه ما طولش في الموضوع ده بيتسو موسيماني اخر مدير فني انا حاضر المؤتمر الصحفي بتاع تقديم ريكاردو سواريش اول كلمه بتتقال بسم الله الرحمن الرحيم بنشكر بيتسو موسيماني بنشكر ميشيل يانكون بنشكر سامي بنشكر عمرو بنشكر شرف قبل ما نبدا صفحه جديده مع المدرب الثاني، دي قمه الاحتراف والاحترام مظبوط اللي للاسف الشديد بعض الناس وبعض الزملاء الاعلاميين يا كابتن اسلام قال لك علاقه موسيماني مع الاهلي علاقه توكسيك يعني علاقه مسمومه ليه بقى يا سيدي؟ لانه ازاي بعد ما الراجل خلاص علاقته انتهت مع النادي الاهلي هيطلع في قناه النادي الاهلي وفي موقع النادي الاهلي يتكلم
ايه المشكله؟ بالعكس دي حاجه جميله يا اخي. بالعكس ده يعني. ده بالعكس دي حاجه قمه قمه الاحترافيه وقمه طب انا اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن اسلام، حضرتك واحد من اللعيب لما خلصت مشوارك مع النادي الاهلي وكملت مع حرس حدود صح؟ مظبوط. كان ليك مكافاه دوري. طبعا عادي. اتصلوا بيك قالوا لك تعالى خد فلوسك. طبيعي يعني. في لعيبه مشيت من النادي الاهلي راحت نادي الزمالك مش مصدقين ان النادي الاهلي بيقول لهم تعالوا خدوا فلوس مكافاه الدوري. فلا ده طبيعي. انا عايز بس علشان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي يعني. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. عشان في منظومه، عشان في منظومه عمل يعني. ما اصل الموضوع ايه؟ ان الفلوس طلعت خلاص يا جماعه. ده حقك، حضرتك اشتغلت بيهم للنادي الاهلي وبالتالي او لعبت بيهم للنادي الاهلي وعملت بيهم عرق في النادي الاهلي وبالتالي تستحق هذه الاموال. علشان كده ده احد اسرار نجاح النادي الاهلي. مزبوط. انه النادي الاهلي بيتعامل مع الكل باحترام وباحترافيه عاليه الجوده. لكن لو هنيجي نتكلم على مباريات الدوري، الاهلي عنده فرصه كبيره جدا انه ياخد بطوله الدوري السنه دي، بس بشرط واحد. اتفضل. بشرط واحد ان تتوفر العداله سواء في غرفه الفار او في الصفاره، لان السنه دي ما اشبه الليله بالبارح. نعم. للاسف الشديد اللي احنا عانينا منه السنه اللي فاتت هو بالظبط، واللي شفناه مع حكام الاستاذ وجيه احمد للاسف أحمد. للاسف الشديد شايفينه مع الكابتن عصام عبد الفتاح، وللاسف الشديد جايبين خبير اسمه مارك كلاتنبرج ما عندوش اي نجاح كخبير في التجربتين اللي خدهم قبل كده. أوكي. طب بأمارة ايه انت جايبه؟ طيب المشكله يا كابتن اسلام، انت فاكر يعني مع حضرتك في الحلقه بتاعت السنه اللي فاتت لما قلنا وعدينا النقط اللي وقعت من الاهلي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وبشهاده كل خبراء التحكيم. مزبوط. انا ما بجيبش كلام من عندي. السنه دي نفس الشيء. اوكي. سبع نقط الاهلي فقدهم السنه دي بسبب اخطاء كارثيه للحكام وللفار. للحكام وللفار. ماتش المصري، ماتش طلع الجيش، ماتش سيراميكا، ماتش البنك الاهلي، تمام، كل دي ماتشات خسر. عايز اقول ماتش سموحه كمان، لان كره اليو ديانج دي تستحق الطرد، تستحق الطرد اللي هو اتقال. انا ما اعرفش اتقال يعني ان هو لا. بص يا كابتن اسلام، في القانون انا بقى بحب القانون. اتفضل اتفضل. انا القانون بقى ايه بحب وبطلع على التفصيلات وبطلع. في فرق ما بين استخدام في ادوات في كره القدم اسمها العنف الزائد. اوكي. الادوات دي اللي هي المرفق وما اسموش الكوع، ده اسمه المرفق. ده الكوع اللي هو ده لو ضربت حد كده بالكوع، لو ضربت حد بركبتك، ولو ضربت حد بالاسترزات الحذاء. تمام. دي في عالم في قانون كرة القدم اسمها عنف زائد يستحق بطاقة حمراء. الراجل في اول دقيقتين طالع بالمرفق مش بالساعد، الساعد معروف ان هو كارت اصفر، لكن المرفق كارت احمر. ده راح المرفق هو اللي دخل في وبعدين ما هو ركلة جزاء بتاعت محمد شريف. اوكي. ورائك يعني فيها التهور وفيها الاهمال وعدم مراعاه المنافس. على الاقل كنت اتعادلت في هذه المباراه. اقل حاجه ده اقل حاجه. ما دي بقى انا بتكلم ان المباراه دي تنضم لبقيه المباريات يا استاذ. هو اللي زعلني بقى يا كابتن اسلام، مع كامل احترامي للاستاذ الكابتن احمد الشناوي، انا بحبه. كابتن احمد الشناوي في اون سبورت. انا بحبه وبحترمه. ولكن في مباراه زي دي لما يكون ابني موجود على الفار ما ينفعش اطلع اتكلم. اعتذر ليه كمان؟ لانه في خبير تاني. اوكي. كابتن سمير عثمان. ارفع عن نفسي الحرج. صح. ارفع عن نفسي الحرج بدليل انه قال لك المدافع بتاع سموحه ما لمس محمد شريف. امال احنا شايفين ايه يا كابتن احمد شناوي؟ لا احنا شايفين لمس وليه تهور واهمال واضحه جدا. فيها كل حاجه. واضحه جدا، فيها كل حاجه اللي هي. وقلنا على فكره هنا داخل قناه النادي الاهلي يا استاذ جمال قلنا ايه؟ ان ركله الجزاء اللي رجع فيها هي ليست ركله جزاء. شوف يا كابتن، هو الاخطاء التحكيميه فعلا مؤثره على مسيره النادي الاهلي طبعا، سواء هذا الموسم او الموسم الماضي. بس انا برضو ليا وجهه نظر مع الاعتراف بكل هذا الكلام طبعا، لكن انا بقول ان احنا يجب ان نتعامل في المرحله القادمه على هذا الاساس. لا ما معلش يا استاذ، يعني بمعنى ايه يا كابتن؟ بمعنى انه نحاول بقدر، انت عندك امكانيات اكبر من انك تبقى ضحيه للتحكيم. انا فاهم الاستاذ جمال يقصد. انت فاهم قصدي؟ انا فاهم الاستاذ جمال يقصد. يقصد ان انت ما تديش فرصه، خلي هات جولين وثلاثه. انا دلوقتي بس خليني طب ممكن احط ارفع ايدي. طبعا طبعا. هو دلوقتي في المباراه السابقه اليو ديانج لما اتضرب في دقيقه كام يا استاذ اسامه؟ ما لحقتش يعني افرض اي حاجه. لا الاخطاء التحكيميه. انا اقصد ان انا لو سموحه بيلعب على فكره، ما هو ممكن سموحه يلعب 10 وانا العب 11 واتغلب. وركله الجزاء ما كانتش النتيجه 1-0. مظبوط طبعا. ما هي ركله جزاء شريف
النتيجه كانت 1-0. يعني لو اتحسبت هيبقى 1-1 الوضع مختلف، بتغير النتيجه وبتغير مصالح. الاخطر يا استاذ جمال في ايه؟ الاخطر في ايه؟ ان البعض يقول لك ايه، ما تعلقوش شماعتكم على التحكيم، الفرقه وحشه. يا سيدي انا مش انا وحش، اديني حقي، انا مش طالب اكتر من العداله. لا على فكره انا ممكن اخد عدالتي واتغلب، بس هضرب لك عظيم سلام الاول، تديني حق بس هضرب لك بعد كده سلام. سيبني انا بقى خاصه ان العكس بيحصل مع المنافس. مع المنافس بيستفيد من اخطاء لمصلحته. مظبوط، ما هي دي الكارثه. دي الكارثه. طب انت عارف ان الكابتن عصام عبد الفتاح لما اتسال كخبير بيلقي محاضرات على الحكام التوانسه السنة اللي فاتت، وسألوه في المحاضرة قالوا له يا كابتن احنا عايزين نطبق الفار وتجربة الفار في مصر عاملة ازاي؟ قال لهم للأسف الفار في مصر ساهم في توجيه الدوري. فلما لما طلعت المعلومة دي من زمان، دي السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت. لما طلعت المعلومة، من الغرفة تمام، قال لك انا ما قلتش تصريحات، ما حدش قال لك قلت تصريحات، ده اتقال ان انت قلت للحكام الكلام ده. تمام، المحاضرة الأخيرة قال لهم عيب يا جماعه ان الكلام اللي نقوله يطلع للاعلام، فده اعتراف. تمام، فالمفروض ان حضرتك يا كابتن عصام لما تيجي وانت عندك قناعه ان في كوارث وفي اخطاء انك انت تشتغل عليها، ايه المشكله؟ لكن لا، ده نطلع دافع عن كل حاجه. اقول روح البروتوكول. اقول لك على حاجه يا كابتن اسلام، انا سالت واحد في الفيفا على كلمه روح البروتوكول، قال لي مفيش حاجه في الكلام. ضحك طبعا، ولا احنا عليهم ايام ولا الاحتواء. ايوه ده كلام، ولا الاحتواء. الكارثه بقى ان حكم الاحتواء جاي بكره الاهلي والجون. لا دي قصه تانية، دي القصه دي بالنسبه لي انا روح البروتوكول دي احنا اتكلمنا عليها لو تفتكر يا كابتن هذا من زمان كذا مره، وقلنا انه يعني الفار معمول عشان ما يبقاش فيه روح. الفار ده بيصلح الاخطاء اللي موجوده، ما يبقاش كمان هو له بروحين. هو ما ينفعش برضه. هو انا اقبل منك ان انت تدافع عن حكامك، بس ما تطلعش تقول حاجات جديده علينا وتقول حاجات جديده ملهاش علاقه بالقانون. انا ليه يا فندم ادافع في حاجه غلط؟ معلش بعد اذنك، انا ليه ادافع في حاجه غلط؟ ما هي لو حاجه غلط ما تتكلمش، ما اتكلمش خالص. مش هقول لك هو يعيبه كابتن عصام ان هو كان كثير التصريحات، كثير التصريحات ومع الحكام مخطئين او مصيبين، وده غلط. انت ما تعلقش خالص، ما هو ده الطبيعي. يعني وضع طبيعي انت كرئيس لجنه ما تتكلمش في المواضيع اصلا. أيوة. اذا كنتوا مانعين الحكام لا 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 يتكلموا. لا ده انا السنه دي طلع لي مصطلح الاحتواء مش موجود طبعا. مفيش حاجه اسمها احتواء طبعا. طلع لي روح البروتوكول، طلع لي اختلاف الخبراء رحمه. اختلاف الخبراء رحمه، ايه اختلاف؟ ايوه بقى، ما هي زي روح البروتوكول برضه. لا كلام أيوة كتير جدا احنا قاعدين ده بالفعل. اسمه منفذ للخطا، يعني للأسف. تبرير للاخطاء اسمه كده. انا لما الاقي حاجه عندي غلط هقول ما اصل ده روح لا، ما بيقول لك اختلاف الخبراء رحمه. الخبراء رحمه ازاي يعني؟ ايه يعني لما يطلعوا كل واحد يقول راي، يبقى ايه اللي صح؟ ما هو لازم برضو التحكيم يا فندم. التحكيم يوم ما اتعمل الفار ده اتعمل عشان يقضي على كل الاخطاء اللي بتحصل. الفار ليه زودش لا هو بيوقف لك اللعب ويخليك تروح تشوف زيك زي اي واحد بيتفرج من المحللين اللي هما بيختلفوا اختلافهم رحمه دول. بيوقف لك اللقطه وتعيدها 5 دقائق تقعد تتفرج عليها. لا انت عارف من ضمن بروتوكول الفار من ضمن بروتوكول الفار ان ما عنديش مشكله في الوقت. بيقول كده بند من بنود بروتوكول، خد وقتك يعني، خد وقتك بشرط انك توصل لادق قرار. طبعا يعني ما عنديش مشكله انك انت تراجع اللعبه 5 دقائق بس، راجعها بامانه وضمير. يراجعها 5 دقائق وياخد القرار الخطا برضو، ما دي الكارثه. ما هو انت بعد ما تراجع طبيعي. يعني الحكم اللي جه ادار مباراه القمه ما استخدمش الفار كتير، لا لجأ للفار بس في السماعه. أيوة. بس ما راحش بس ليه؟ لانه كان مؤيدين يعني ليه، ماشي، كان مؤيدين لقراراته. لا وقف المباراه ولا لا ما هو ولا الكلام ده خلاص. ده التطور، بيتعامل مع الفار بالشكل الصحيح. ده التطور الطبيعي اللي هو بالزبط. تطوير المنظومه التحكيميه. لكن احنا في مصر ما بنطورش المنظومه التحكيميه، احنا بندافع وبنبرر
على اخطاء الحكام وما بنطورش. صح. وهي تتواكب على فكره مع المنظومه التحكيميه الافريقيه، ده احنا عندنا قاره افريقيا الطويله العريضه دي فيها ثلاث حكام، جوميز، فيكتور جوميز ومصطفى غربال ورضوان جيد، الباقيين بقى حدث ولا حرج. طبعا سيكازو وبوندو وجسامه ونداي وندالا وبملاك تسيما، يعني شله شله. هي شله. ايوه شله صح. طيب نرجع تاني للجونه والغردقه والماتشات. خلينا في الحاجات اللي خلينا في هل تفتكر برضو يا استاذ جمال ان هناك البعض بيحاول ان يقيم سواريز خلال هذه الايام؟ لا خلال هذه المباريات لا، صعب قوي. صعب. وبعدين لا، ده في بقى الـ الانكت من كده، ان في ناس هجمته من البدايه قبل ما ده من قبل ما يجي، قبل ما ينزل كمان، ده قبل ما يجي القرار. يعني قبل ما ينزل يلعب اول مباراه ولا وهو ايه وماسك ورقه يا سيدي، ما كل واحد حر، كل واحد حر في طريقه شغله. انت يعني ايه لم ياخد ايه اللي شغلك انت، ايه اللي شغلك في انه هو الناس قاعداله قاعدين له بالورقه والقلم يعني يعني حاجه ما بقاله كام دقيقه؟ مفيش. هو بقاله كام دقيقه؟ بقاله كام ساعه دلوقتي؟ مش هو 90 دقيقه بقاله كام ساعه في القاهره؟ 90 دقيقه اللي هو اقاد فيهم المباراه. نعم. مفيش اكتر من كده. فالحكم عليه حكم ظالم 100%. بس اللي انا عايز برضو اكده يا كابتن اسلام، انه في النادي الاهلي المنظومه ككل ما بتعتمدش على السي في بتاع المدرب لوحده ولا مستواه لوحده. صح ولا غلط؟ مليون في المية. ليه؟ لأنه لو أنت هتعتمد على عنصر واحد اللي هو عنصر المدرب، ما كنتش هتاخد البطولات دي كلها. التاريخ بيقول كده يا أستاذ جمال. أيوه. ما هو أنت يعني أقصد إيه؟ يعني أنا مش هقول إن النادي الأهلي هياخد البطولات لأن جالنا المدرب اللي اسمه فلان الفلاني، زي ما جه بيتسو موسيماني. هل نقدر هل ننكر إن هو راجل مجتهد أو مشي؟ هل ان هو راجل مجتهد وعمل اللي عليه وحاول؟ لكن ده مش معناه ان هو لوحده اللي صنع كل البطولات. لا طبعا، معاه اللعيبه، معاه الاداره برضو، اداره النادي اللي هي مدياله صلاحياته الكامله في ان هو يتصرف ويعمل اللي هو عايزه، والحساب بيبقى في الاخر، ما بيبقاش بالقطعة في طبعًا النادي الاهلي طبعًا. كما يعلم الناس يعني. هو نضيف على كلام الاستاذ جمال كابتن اسلام انه اي مدرب بيتولى تدريب فريق ومعاه فتره اعداد، بنقول علشان تحكم على شكل الفريق او بصمته محتاج 6-7 مباريات، ده في الوضع الطبيعي. ده لو عنده فتره اعداد فما بالك ده جاي، هو جاي على الشغل على فكره. هو وصل الاربع صح، لعب السبت، اتمرن الخميس وقدموه الجمعه ولعب السبت. بالظبط. طيب انت عارف بقى اول حاجه، مجرد ما اسمه اتطرح عنده السي في ضعيف، مدرب تعبان. لا ماشي. ماشي. ده معتاد يعني. ما كل حاجه مردود عليها كابتن اسلام، معلش. طبعًا. ورد من خلال النادي الاهلي. اوكي. يعني انا جبت مارتن يول سي في عالي. حصل ايه؟ حصل ايه؟ بالظبط. جبت جوزيه بيزيرو سي في عالي، حصل ايه؟ مانويل جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي، اهو الساحر العبقري الاسطوره اللي واحد من اعظم مدربين النادي الاهلي، قبل ما يجي النادي الاهلي ما عندوش سي في خالص، ما كانش يعني اللي هو ملمع حتى يعني. حتى بيتسو اللي في 20 شهر عامل بطولات وانجازات وارقام ما حققهاش مانويل في الفتره دي، قبل كده واخد دوري ابطال افريقيا مع سان داونز، يعني مش السي في الواو، يعني مش السي في الواو. فالمدرب، انا جايب مدرب، انا بقى انا شغال مثلا الناس اللي موجوده في الاداره، كابتن خطيب ومعاه شركه الكوره ومعاه حسام غالي ومعاه لجنه التخطيط، لم شايفين بيحطوا معايير وبيختاروا على هذا الاساس، عايز ايه؟ انا شايف ان كان الكفه راحت لمدرب عنده طموح عايز يعمل سي في مع النادي الاهلي، وده الارجح. خلي بالك ده الموضوع. كان اساس برضو لو تفتكر يا كابتن اسلام، ريني فايلر. ريني على فايلر. وفايلر فايلر كان اساس اختياره. صح. كان ايامها موجود كابتن طه اسماعيل، هي بقى وقالوا من ضمن اللجنه، قالت يعني جعان، عايز يعني هو راجل طموح وعنده رغبه في انه يحقق بطولات. لكن احنا بقى من اول زي ما قال الاستاذ جمال، من اول 90 دقيقه والناس بدات تركز، وبعدين للاسف الشديد لازم الاهلاويه خدوا بالكم، يا اهلاويه خدوا بالكم، الراجل من اول 90 دقيقه بيتقال لك ايه؟ الحق، ده بيبوس اللعيبه كلها. طب انت مالك سيدي؟ ما يعمل اللي هو عايزه. ده الحق، ده راح للعيب بتاع بتروجيت وقال له ده مش شغل، مش احتراف. مش ممكن ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو عارف ان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قال على ايبوكا ايه؟
قال على ايبوكا عالمي عالمي وهايل ورائع وكويس تي 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 وانشيلوتي قال لك ايه ساعتها؟ قال لك الله يا سلام على الاوروبيين يا سلام على انشيلوتي لما بعد الماتش راح خد التيشيرت بتاع صلاح وقعد ماسك صلاح ايه في ايده هنا حلال وهنا حرام. لا وفي نقطه كمان برضه يا اسامه اللي هي جزئيه ان النادي الاهلي اولا عمل عمليه اختيار المدرب في وقت انا بعتبر وقت قياسي وبهدوء من غير ما يبقى في اي ضجه. يعني اذا اهم برضو ما في الموضوع ان انت استقريت على مدرب. ليه؟ لان المنظومه أيوة. شغاله صح. ايوه استقريت على مدرب بي في بلان سي وعارف ان مثلا علاقتي مع بيتسو ممكن تنتهي. استقريت على بيتسو موسيماني وكان مفاجئ لهذا القرار للجميع إن مغامرة ازاي النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني افريقي صحيح ومع ذلك الاختيار سيبك من بعض الاخطاء او بعض الملاحظات على بيتسو موسيماني انما نقدر نقول انه نجح باهر طبعا صحيح الدوري خسره ده له ظروف معينه لكن انا بتكلم على المحصله بتاعته لا ناجح طبعا. وبعدين الناس كان يقول لك ايه هو انتم يعني هو الناس مستعجله قوي ان موسيماني يمشي يا جماعه ما هو اي مدرب لازم فتره وهيمشي يعني مش قصه يا اسامه ان هو هيجي يقعد في النادي الاهلي لغايه ما يبطل صح. تدريب مزبوط. يعني هو ماشي بس ايه انت بتشوف وهو حقق ايه خلال فتره زمنيه صحيح. وده نجاح في حد ذاته وان شاء الله انا بتوقع انه ريكاردو ان شاء الله هيحقق مع النادي الاهلي بطولات اولها قريب. انا عايز اسالكم برضو على موضوع السوبر الافريقي ايه رايك يا استاذ اسامه يا استاذ جمال في هذا الامر؟ السوبر اتفضل يا استاذ. بالنسبه للسوبر الافريقي اولا احنا كقاره افريقيه مش مؤهلين لتنظيم حاجه اسمها السوبر الافريقي. بس خلي بالك ارقامه كبيره جدا بتتكلم في 100 مليون دولار هو هل مليار جنيه اكتر من مليار هل انت البطوله بتاعتك بتديرها صح اساسا اللي موجوده دلوقتي هنا في مصر؟ لا البطوله الدوري دوري الابطال نفسه بتديره صح ده انت اخر بطوله عندك مشاكل قد كده بس رجعه تاني الماتش وعمال ترجع وعمال تعمل وعمال تتحيز وعمال يعني اولا الاتحاد الافريقي متاخر جدا في كل حاجه عن بقيه الاتحادات بما فيها الاتحاد الاسيوي اللي هو جاره اللي المفروض الاتحاد الاسيوي خد خطوات سبق اوسع بكتير ده دلوقتي انت عارف اصلا عشان تشترك في دوري ابطال اسيا من 10 سنين لازم تبقى مطبق الاحتراف لازم تبقى عندك معايير المحترفين عندك معايير لكل نادي علشان ياخد الرخصه في معايير واسس اوكي في معايير واسس لكن انت هنا في افريقيا مفيش الكلام ده انت هنا في افريقيا في ناس بتاخد الرخصه وهي عليها ديون عادي جدا ايه هو يجب على الاتحاد الافريقي ان هو برضو نقطه مهمه احنا كنا دايما بنضرب المثل بان الاتحاد الافريقي في فتره معينه رغم العيوب اللي كان موجود فيها الاتحاد الافريقي ايام عيسى حياته ما اللي يشوف مش عارف شعر ايه مين يبقى ايه يعني يقول الله يرحمك يا امه اللي يشوف مراته يقول لك الله يرحمك يا امه اللي هو ايه انت بعد ما شفت الناس اللي جم اشتغلوا لا ده عيسى حياته بقى بالاجهزه اللي كانت موجوده معاه في الاتحاد الافريقي لا كانوا شغالين بشكل علمي جدا طبعا مواعيد منتظمه ما كانش فيه اي مشاكل في كانت الناس تقول لك بص على مواعيد الاتحاد الافريقي ايوه والله النهارده انت مثلا الحمله القويه اللي قادها النادي الاهلي ضد موضوع مباراه الذهاب مباراه واحده وفي ملعب مش محايد هي جابت نتيجه مباشره فانا وجهه نظري ان الاتحاد الافريقي يعيد مره اخرى تقييم فكره بطوله اللي هي السوبر بطوله السوبر الافريقي يعني يشوفها هل هي فعلا هتتناسب مع ظروف القاره لا فيها منتهى الظلم يا استاذ جمال لما تيجي تقول لي لما تيجي تقول لي ان المغرب والجزائر وتونس ومصر يلعبوا في مجموعه واحده غريبه صعبة. انت ليه لا صعبة. غريبه جدا يعني وبعدين الناحيه الثانيه الفرقه اللي في جنوب افريقيا تلعب مع ليسوتو صح تبقى على جغرافيا لا جغرافيا مش منطقي جغرافيا الاتحاد الاسيوي عشان قاره كبيره ومتراميه الاطراف عمل ايه عمل شرق وغرب بس في النهايه واحد بيطلع من هنا واحد بيطلع من هنا بيلعبوا بعض في النهائي يعني ده منطقي ده يعني. ده اللي هيتم بس ده في نوع قصدك انفير يعني لا انفير لان انت اصلا مستويات المستويات متفاوته لا وغير كده يا استاذ اسامه
انت دلوقتي لما تيجي تبص على دوري ابطال افريقيا في اخر 20 سنه كم فريق من شمال افريقيا خده؟ كتير طبعا من ال 20% يعني انا ما اعرفش في الغالب بيبقى 70-80% ايوه طبعا. فانت ازاي يعني ازاي تحط معظم الفرق اللي بتلعب مع بعض او بتاخد البطوله تلعبوا مع بعض؟ اعتقد ان هي يجب ان يتم اعاده التفكير. انا بقول كده لو في لجنه فنيه في الاتحاد الافريقي لجنه فنيه بجد يعني تدرس هذا الكلام او يتم تشكيل لجنه يعني ممثله لكل الدول المتقدمه كرويا ويشوفوا اللي يحصل ايه. للاسف استاذ جمال للاسف هي الحسبه حسبه فلوس مش فلوس كمان بس يا كابتن اسلام كمان حسبه تربطات وانتخابات واصوات واصوات وان انا عايز ارضي الناس دي وان انا عايز ارضي الفرنكفون وان انا عايز ارضي دول ايوه عشان كده بنقول فنيا انت النهارده مش هتقيم البطولات بتاعتك تمام على اساس انتخابي صح. انت لو عملتها على اساس انتخابي هتولع في الدنيا. اول حاجه عشان الاتحاد الافريقي يطور مسابقاته طور الحكام بتوعه بالظبط يطبق الفار من بدري. انت الفار بنشوفه في دور يا استاذ اسامه في فرق بتلعب الساعه 3 الظهر لسه في فرق بتلعب الساعه 3 الظهر صن داونز يعني غلاسه اسمها يعني يعني ما تزعلش مني سخافه فعلا بيغلس على الفرقه اللي جايه له من القاهره من مصر مثلا ولا من جزائر ولا يقول لك لا هلعب الدور الساعه 3 الدور في رمضان الدور في عز وينفع هو ينفع فللاسف لا وتطوير المنظومه لا البس يعني غير البس طيب اللي كانوا بقى الكاميرا جايبه السقف على طول اللي كانوا بيهاجموا برضو النادي الاهلي عشان معترض على اقامه النهائي من مباراه واحده النهارده ما بيتكلموش ليه بعد ما الاتحاد الافريقي بعد ما الاتحاد الافريقي خد القرار اللي هو العادل مش كان الاتحاد الافريقي بيقلد الاتحاد الاوروبي في موضوع المباراه الواحده رجع في النهايه هو الراجل بقى معلش متسبي رئيس الاتحاد الافريقي واضح ان هو بيتقدم له معلومات بيوافق عليها هو مش ما تفهمش ايوه لا هو حتى هو نفسه لما هو استاذ جمال عشان اقول لحضرتك على حاجه على فكره لما سمع مشكله من الكابتن محمود الخطيب انا عايز اقول حاجه فير يعني قال انا متعاطف مع الكابتن الخطيب ومقدر واشعر باحباطه طيب ما انت تشعر باحباطه برضه وكمان اشعر باحباط كل الجماهير اللي هي بتنجح لك البطوله للاسف الشديد كمان. للاسف الشديد يا استاذ جمال المشكله في ايه المشكله ان الاتحاد الافريقي لجنه انديه ومسابقات بتاخد توصيات تمام وتاخد قرارات بالزبط. وبعدين في النهايه المكتب التنفيذي ممكن يحسم كل الكلام ده كل حاجة. ويغير كل حاجه وده اللي حصل ويرجع تاني بس هي القضيه في ايه ان متسبي واحد من اغنى اغنياء قاره افريقيا فمحدش يقدر يتكلم على ان هو مش نزيه وهو مش عاوز يعمل حاجه لكن انا عايز اتكلم في جزئيه مهمه الجزئيه المهمه ان احنا ما نختلفش على نزاهته وما نختلفش ان هو عنده طموح لكن هل متسبي يملك القرار في الكاف؟ من يملك القرار في الكاف؟ اعتقد ان هو ممكن يملك اعتقد ان كل الحاجات اللي حصلت مؤخرا ايوه تدل على حاجه ثانيه بتقول ان عند جرانا حاجه ثانيه عند جرانا عند حاجه ثانيه القرار عند جرانا يعني فواضح ان واضح ان هو مغلوب على امره هقول حاجه هو لو عارف ما هو برضه احيانا رئيس المكان رئيس الاتحاد طالما هو راجل مش مهتم قوي ولارج يعني واخد القرارات كده بشياكه ومش همه الموضوع ممكن تدس ليه افكار غلط ما هو يا اما هو يقدر بتاثيره لو اهتم شويه لو هو دخل على مجموعه الناس اعضاء المكتب التنفيذي ممكن يبقى له تاثير ما هو لازم حد يعني ما هو يشرح ما هو احنا المشكله في ايه يا استاذ جمال المشكله في ايه انت داخل على مكان بيعاني من الفساد بقاله فترة طويلة زمن طويل زاد فساد ده زاد فايوه والله المشكلة بقى في ايه؟ ان انت علشان تعالج ده محتاج وقت طويل محتاج وقت وبتبقى صاحب قرارك مظبوط صح فالوقت ده يعني اتمنى احنا بنقولها كخطوة يعني النادي الاهلي ادى دوره كنادي رائد في افريقيا ادى دوره وقدم مقترحاته لتطوير البطولات خلي بالك تم تلبيه تقريبا معظم البرنامج ان هو عمل طبعا السوبر الافريقي وزود المكافئات ل 100 مليون دولار تمام 100 مليون دولار ورجع لنظام الذهاب والاياب في النهائي الذهاب والاياب في النهائي دي كانت من ضمن مهمه جدا وطالما انت مش هتعملها في ملعب محايد وخايف على الايرادات والاقبال الجماهيري والكلام ده لا اعملها فير بقى
مباراه عند اسامه ومباراه عندي، يبقى ده هو عمل كده وضع طبيعي. يبقى انت رجعت للوضع الطبيعي. بس انا بعتقد بعد ما خسرتني معلش، بس برضو هنا برضو النادي الاهلي كان له دور في انه هو يعيد الامور الى نصابها الصحيح. اوكي، يعني الموقف اللي وقفه. المشكله فيها يا استاذ جمال ان ناس كتير من الاخوه الاصدقاء الاعزاء الاعلاميين اللي هم زمايلنا من الوطن العربي يقول لك ازاي الاهلي يشتكي من الـ من الـ من, الـ من الظلم. ازاي يا سيدي؟ هو انا اولا انا علشان بس الناس تبقى فاهمه، مشكلتنا كانت مع الكاف، ما كانتش مع الاشقاء خالص. اللي النادي الاهلي كل بيان بيطلعه كان بيقول في البدايه نكون كل الاحترام، احنا كل حلقه نقعد نطلع مع بعض نقول نفس الكلام ومشكلتنا مع الاتحاد الافريقي. طب ما انا عايز اقول لكم حاجه، طب ما تراجعوا التاريخ كده يا جماعه، هتلاقوا ان من 1983 النادي الاهلي هو اكتر نادي في افريقيا اتعرض للظلم، ولو كان في عداله كان النادي الاهلي القابه العشرة كان بقت 15، لان 83 دي احنا خسرناها بخطا من محمد حنظل اللي كانت في كوتوكو، كنا متعادلين 0-0 والجون اللي جه فينا تسلل وبعدين بقى 94 ولا مره وبعدين 94 تعالى 94 لا بيتروس متابيلا السوبر بتاع الزمالك. بيتروس على فكره بيتروس متابيلا مسجون في جنوب افريقيا بسبب التلاعب في مباريات محليه. بعدين العرجون 2007 والراجل اللي هو وانرامو يد انرامو لامتي طلع بعد كده، جوزيف لامتي طلع بعد كده انه مرتشي واتشطب. فانا بقول لك انا يا سيدي ده لازم يقدم انا اكتر نادي اتاذيت. خلي بالك لازم اي حكم ينزل دلوقتي لازم يوريني الفيش والتشبيه بتاعه، تعمل له كشف هيئه. نعمل له كشف لا فيش وتشبيه، مفيش كشف هيئه. استاذ جمال استمتعت بيك جدا، استمتعت بيك يا استاذ اسامه، شرفتونا ونورتونا. يعني معلش اللي هي المكالمه اللي في الاول هي طولت شويه، ولكن في النهايه قدرنا نوصل لان احنا في استاذ سعيد علي يعتذر للكابتن حسين الشحات ويعتذر للكابتن امير، اعتقد ان ده شيء جيد طبعا. استاذ جمال برضو معلش بسرعه جدا لو اعرف رايك في هذا الامر، لانه شوف هو انا بشوف ان الاعتذار من شان الكبار. بص يعني طالما الراجل اعتذر وكان حريص على انه يقول مزبوط. ان انا بعتذر عن هذا الامر، وفي نفس الوقت بيقول انا كتبت كتير وحاجات كتير في الموضوع او في المقال اوكي إشادة بالنادي الأهلي، بس يمكن يكون أحيانا العنوان العمل والبتاع بس العنوان صعب قوي صعب صعب يعني أنا طبعا على فكرة طبعا ده شغله مش عليك أستاذنا يعني لا لا شغله اللي... بس أنا هقول لحضرتك هو اختيار الألفاظ مهم جدا. أوكي. ليه؟ لأن أنت ممكن جدا أنا أكون عاوز أنتقد كابتن إسلام الشاطر أرميه بحجر قد كده يجي فيه يخلص عليه سوري يعني صح. ربنا يديك الصحة والعمر، وممكن اقولها لك بطريقه تانية ممكن ارمي الحجر بس ما يعني لا يا سيدي كده صح حاجه صغيره خلي بالك في كذا 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 هتبقى احسن لو عملت كذا أيوة كذا كذا المشكله بقى كابتن اسلام برضو مش عايش عشان ما اطولش وفي الختام المشكله ان دي مش اول مره للكابتن ما هو ده اللي احنا بس خلي بالك بس هو طالما برضو ليها منشط كان صارخ بس خلي بالك طالما ما هو بالظبط كده طالما الراجل طالما الموضوع دخل في قصه يعني انا بقول انا لو لعبت لا انا بشكركم كمان ان انتوا اتحتوا الفرصه طبعا للراي والراي الاخر طبعا من حقه دي مهمه لا دي مهمه يعني خلي بالك انا عايز اقول ان الامير هشام هو اللي بدا هذا الامر طبعا يشكر جدا يعني طبعا مش احنا لكن انا اقصد اقول لك في الاخر احنا منظومه واحده لا انا بتكلم عليكم كقناه يعني قناه الاهلي ان هو الموضوع في الاخر ان الراجل اعتذر او قال ان فعلا الموضوع يعني حاد انا دايما بحب استعمل لفظ اصدقائنا واخواتنا من الصحفيين لان هم دايما بيبقوا يعني دقيق جدا هو حراق قوي زياده شويه هو بص يا كابتن يعني لا هو بص يا كابتن اسلام هو انا لو قبلت منك ان انت ممكن تعمل لي مقارنه بارقام حسين من ساعه ما جه للنادي الاهلي او من الموسم ده كم الفرص اللي ضيعها كم الفرص اللي صنعها عدد الاهداف عدد الدقائق اللي شارك فيها اوعدك ان هنعمل كده انا فاكر ان احنا عملنا حاجه قريب كده أيوة. لحسين لكن بس هو عندي اخر كلمه الرساله دي لجمهور الاهلي طبعا اتفضل جمهور الاهلي من حقك انتقد زي ما انت عايز أوكي. لان انت ده دورك وده دورك انك انت تفوق اللعيب بتاعك ولكن خليك دون داعم يعني. دون الخروج عن النص دون الاساءه ليه لان انت الدرع بتاعه انت اللي بتحميه انت اللي المفروض تتصدى علشان ما حدش يغلط فيه لانه طالما بيلبس تيشيرت النادي الاهلي يبقى انا واقف وراه لما يغلط افوقه لما يكسل اقول له انت مكسل لما يتخاذل اقول له انت متخاذل هو ده واجب فين روح الفلنه الحمراء لكن دون التجاوز علشان ما يبقاش اللعيب بتاعك
مستباح للاخرين. معلش برضو صح كلامك مظبوط، ولكن هل في لعيب معرفش انا يمكن انا عديت من طرف عالي، هل في لعيب ممكن يكون بيلعب وشايف نفسه وحش او كويس؟ اكيد طبعا. يعني انا كنت ببقى عارف ان انا النهارده طالع من الماتش وحش. انت اكيد بتبقى خارج انا عارف يعني. لا انت كلاعب مع بعض ده بركات يقول لي كذا، احمد يقول لي كذا، فلافيو يقول كذا، ابو تريكه لا لا لا، كل لاعب بيبقى عارف وهو خارج من الملعب راضي راضي او غير راضي عن هو الفرق يا كابتن اسلام استاذ جمال، الفرق بين الفتره اللي انت كنت بتلعب فيها كابتن اسلام كنت بتسمع الانتقاد بتاعك فين؟ في المدرج. في المدرج. لا المدرج طبعا في ساعتها. ماشي ايوه في ساعتها. ساعتها برافو عليك يا استاذ اسامه. لكن دلوقتي انت بتسمعه فين؟ سوشيال ميديا. في السوشيال ميديا. كان مين رؤوس حربه في النادي الاهلي زمان؟ اقول لك سريعا جدا. كابتن ايمن شوقي وكابتن محمد رمضان. مظبوط. في مره انا كتبت تحليل لمباراه للاهلي اتيحت فرصتين او ثلاثه لكابتن ايمن شوقي هو وجون بس ما جابش جوان. فانا كتبت كده انه اتيحت فرصتين لكابتن ايمن شوقي كذا كذا كذا، ولو كان في حالته الطبيعيه كان جابهم جونين اكيد، بس نظرا لانه راجع من اصابه ما عندوش حساسيه اللعب. عارف مين اللي اتصل بيه ايامها كانت علاقتنا كويسه؟ كابتن محمد رمضان. مش كابتن ايمن. ايوه. قال لي انا بشكرك، شوف هو المنافس، قال لي بشكرك على ان انت وانت بتنقده التمست له العذر. يعني انا كان ممكن اقول ايمن شوقي مش فكرة ضيع الاهلي مثلا. مش كده؟ انا كان ممكن اقول كده. فهو قال لي انا بشكرك بس، قلت وانا والله قلت له انا ما عملتش حاجه مجامله، بس ده الاسلوب دي الطريقه اللي يجب ان احنا او الاسلوب ان احنا بنتعامل معاه. اعتذار الاستاذ سعيد، اعتقد ان هو شيء جيد جدا وبنشكره عليه مره ثانيه. بنشكر طبعا زميلنا امير هشام اللي بدا الكلام في هذا الامر. بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا استاذ اسامه. ان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله بيتي بقى طبعا. ايوه قدامك اربع اسابيع. خلي بالك كل اسبوع معانا مره ان شاء الله. اتشرف اتشرف. شكرا جزيلا لنقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ أسامة السويسي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت، كيف يستطيع النادي الأهلي، كيف يستطيع ريكاردو سواريش بكرة إن شاء الله أن يفوز على الجونة من خلال طبعا من الناحية التكتيكية والناحية الفنية على شاشة البيت الكبير. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ازيك يا كيم؟ ازيك يا اسلام؟ كله كويس؟ الحمد لله. طبعا احمد ثابت وكريم سعيد. احمد خليني ابدا معاك الاول ونتكلم عن موضوع تاجيل الكاس الامم الافريقيه من 23 يناير فبراير 23 ليناير فبراير 24. طبعا الكاف طلع القرار ده. الناس برضه عشان تكون فاهمه ان كاس الامم بدل ما كان هيقام في يناير 2023 هيقام في 2024، وده انا شايف ان ده بصراحه كابتن اسلام ده انقاذ للكره المصريه. هتقول لي ازاي انقاذ للكره المصريه؟ كده هتبقى زي اوحش من السنه اللي فاتت. بس بدل الصيف مش بدل الشتاء. الصيف بدل الصيف ده انقاذ بقى ليه؟ انا وجهه نظري ان في اقتراح لازم اتحاد الكوره يفكر فيه. اتحاد الكوره احنا دلوقتي عندنا مشكله ان في زي ما احنا شايفين في ارهاق بدني، لعيبه بتلعب ماتشات كتير. فانا وجهه نظري يعني ان مفروض يكون الموسم الجاي انت عندك الدوري 18 فرقه، الهبوط فيه يكون 5 فرق بدل 3. مفروض اتحاد الكوره يعلن في الفتره دي من وجهه نظري ان السنه الجايه ينزل 5 فرق. ليه؟ انت لما بينزل 3 طبعا وهيصعد 3، لما ينزل 5 ويصعد 3 الدوري بدل ما يبقى 18 فرقه هيبقى 16 فرقه. كل فرقه هتلعب 15 مباراه، و15 مباراه ب 30 اسبوع، يبقى انت وفرت 4 اسابيع. طب ده ليه يعني؟ ده احنا المفروض يتطبق ليه من وجهه نظري، او انقاذ للكره المصريه ليه؟ اول حاجه انت ما عندكش كاس امم افريقيه، تاني حاجه النادي الاهلي مش هيلعب السنه دي كاس عالم للانديه، ولا هيلعب سوبر افريقي، ولا منتخب مصر مشارك في كاس العالم. يعني انت عندك كل السبل ان انت تحط دوري يبدا من مثلا من شهر 10، من شهر 9، من نص شهر 9، وينتهي في شهر 6 او 7 ومن 6 او 7 5 ممكن او 5 من السنه اللي بعدها. بقى انا عايز الدوري يبقى ايه؟ يبقى 16 فرقه. نبدا بقى زي الدوري الانجليزي ونرجع زي زمان. اولا كل الفرق هتعمل معسكر اعداد، مدرب منتخب مصر نفسه هياخد فترات راحه يقدر يعمل معسكرات اعداد ويقدر يهيئ للعيبه لانها واخده راحه، ويقدر زي زمان يكون في
بصراحه كابتن اسلام في فرق يعني مع احترامي في فرق بتحس ان هي مشاركتها مجرد بتشارك وخلاص، المفروض يكون في تخطيط من اتحاد الكوره بدل ما الناس بتطلع تتكلم انا عايز اقلل عدد الافارقه لثلاثه بدل خمسه. يا جماعه الكلام ده مش ده اللي هيصلح الكوره المصريه. اللي هيصلح الكره المصريه ان انا لما بلعب بدل 18 فرقه اخليهم 16 فرقه، ارجعهم زي زمان. لو احنا اتزنقنا في موسم 2011 عشان حصل احداث معينه وبتاع فبقينا 18 فرقه، طب ما نرجع اعملها بقى، ولازم يكون في اعلان رسمي لكل الانديه عشان الانديه كلها تدعم الصفقات، يبقوا عارفين ان هينزل خمسه، ما يرجعش يبقى في حاجه يقول لك اصل لا اصل مش عارف ايه، لا يكون في بدايه عشان بعد كده الموسم اللي بعده من وجهه نظري نبدا في شهر 8 وننهي في شهر 5 زي الدوري الانجليزي، يبقى كل الفرق استفادت، كل اللعيبه استفادت، منتخب مصر نفسه استفاد. دي وجهه نظري يا كابتن اسلام. طيب كريم، برضو تغيير دوري الابطال من مباراه واحده لمباراتين ذهاب واياب. طبعا استمرار في وجهه نظري يعني العشوائيه داخل الكاف حتى في عصر موتسيبي. انا كنت من محبين جدا جدا قرار انك تلعب مباراه واحده وتعمل لها يعني قرعه في بدايه الموسم، في وجهه نظري الافضل يعني، والشكل بيخلي الوضع يعني مباراه اثاره اكتر وحماس اكتر. اكيد طبعا المشاكل الكتيره اللي شفناها في السنوات الاخيره وان الكاف بيختار البلد اللي هتنظم الفاينل قبل الفاينل بشهر او حتى بعد لعب مباراه الذهاب اكيد عمل مشاكل كبيره، وانا في وجهه نظري خلاص يعني موتسيبي ما بقاش يفكر في دوري ابطال افريقيا، خلاص دلوقتي جميع الانظار متجهه لدوري السوبر الافريقي اللي هم بيتكلموا عليه يعني جوائزه. ما بقاش يبص الدوري خلاص، دوري افريقيا بعد كده اعتقد هيبقى يعني خلال سنوات قليله جدا هيتلغي في وجهه نظري. الاجنده مش هتستحمل طبعا الثلاث بطولات اللي هم عايزين يعملوها، فكره اصلا دوري السوبر الاوروبي الافريقي قصدي دي متعبه جدا لما تقرا النظام او السيستم بتاعها. السيستم بتاعها ان صعبه جدا يعني. مصر والمغرب وتونس والجزائر دول مجموعه واحده. ده ايه دور المجموعات؟ ده دور المجموعات. ده قبل لسه ما تلعب النوك اوت. ايوه ما انا بقول لك تخيل. موضوع صعب جدا جدا وانا اعتقد هم خلاص بيمهدوا لالغاء دوري ابطال افريقيا خلال سنه او سنتين ماكسيمم يعني، وبالتالي انا اشوف ان يعني فكره حتى عوده ماتش الذهاب والاياب في الفاينل السنه الجايه موضوع شرفي يعني ليث اكثر، لان خلاص بعد كده الاهتمام احنا عاملين بالظبط كده زي اللي يعني ايه الشركات تخترع موبايل جديد، في الموبايل القديم خلاص كده كده خلال سنه او سنتين هيختفي من السوق. فرق مكافئات كبير جدا طبعا طبعا جدا. بيقول البطل يعني ياخد 10 مليون كتير بصراحه، 10 مليون دولار مبلغ كبير جدا جدا جدا. اكيد طبعا اي فريق يسعى ان هو يلعب في البطوله دي ومحدش هيهتم بالكونفدراليه ولا هيهتم بدوري الابطال. طيب رايك بقى في تعيين محمد عادل؟ كابتن محمد عادل، هو كابتن محمد عادل كان اخر ماتش حكمه للنادي الاهلي كان 5 نوفمبر 2021 اللي هو كان ماتش الاهلي والزمالك 5-3، يعني من 8 شهور. ماتش الاحتواء. ماتش الاحتواء أوكي. فنتمنى. هو التحكيم على فكره في اخر ماتشين كان يعني ما كانش وحش، بس كان في لعبه واحده بس يعني اوري حضرتك صورتها اللي هي يعني ايه، ماتش الاهلي وسموحه ضربه جزاء للنادي الاهلي ما اتحسبتش، وماتش الاهلي وبتروجيت هي بالظبط اتحسبت لبتروجيت، دي الحاجه الوحيده. لكن بصراحه ما اقدرش اقول ان الحكام والقوه بتاع ديانج ده واضحه، والقوه بتاع ديانج صح يعني برضو، بس ما تقدرش تقول ان الاخطاء كانت كبيره قوي زي ما كنا بنشوفها قبل كده. لما الفرقه اللي قدامي تلعب ب10 ده مش اخطاء كبيره؟ بص نفس اللعبه دي في ماتش سموحه، ما اعرفش ازاي خبراء التحكيم طلعوا قالوا دي مش بتاعه ضربه جزاء، بتاعه محمد شريف اللي فيها لكمه اللي هي فيها ضربه في رجله من تحت يعني، والضربه واضحه قوي ضربه جزاء. كان الماتش ده كان حكم الساحه محمود البنا وحكم الفار عمرو الشناوي، ده اللي على اليمين ده اللي هو الاهلي وسموحه. اللي على الشمال الماتش اللي فات الاهلي وبتروجيت كان حكم الساحه محمود ناجي وحكم الفار طارق مجدي، اتحسبت على طول فورا. محمود ناجي بص شايفها من قريب وحاسبها على محمد هاني. انا في وجهه نظري ولا دي ضربه جزاء ولا دي ضربه جزاء، بس فيها ضربه كريم هنا وهنا، فيها ضرب يعني فيها لكمه. هي في الاخر بص اللعبات تتخضع يعني وجهات النظر، انما الفكره يا كابتن اللي انا عايزه نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها. هو بجد موقف الكابتن صلاح فتحي دلوقتي ايه؟ انا مش فاهمه. لا لا ما محدش مكانه يعني كابتن النهارده منصبه ايه؟ وجهه نظري ان الكابتن عصام عبد الفتاح، انا ما اعرفش انا يمكن بصيت للموضوع كده، كابتن عصام عبد الفتاح كابتن سيد عبد الحفيظ بعد مباراه بتروجيت او قبلها بشويه قال انه هو كابتن محمد عادل ما بيحكم عفوا ما بيحكمش للنادي الاهلي. ايوه فالنهارده الكابتن عصام حط له محمد عادل، معناه ايه؟ هو اكيد الكابتن يعني دي معلومه عند حضرتك ان الكابتن عصام فتاح هو اللي اختار الحكام؟
امال مين؟ لا انا ما اعرفش والله ما اعرف انا بس لا انا فاهم ما اعرفش ايه موقف الكابتن عصام. لا اصل اخر حتى الان اصل اخر تصريح من الكابتن عصام فتاح اخر تصريح رسمي في وسائل الاعلام قال لو الدنيا اتطربقت مارك كلاتنبرج ده امشي اشتغل معاه يا سيدي. ده قال لك لواء ومقدم وبعديها اختفى ولا مقدم ولواء وبعديها اختفى مجلس اتحاد الكوره مجلس اتحاد الكوره خد عمل اجتماع وقال جمله غريبه جدا منصب غريب قال مارك كلاتنبرج هيبقى رئيس لجنه تطوير حكام وكانهم بيتكلموا معانا احنا كاعلام ان احنا نعرف اللجنه دي اصلا يعني هم ما شرحش ايه اللجنه يعني باجي اقول لك لجنه تطوير قناه النادي الاهلي هو اصلا هي موجوده اصلا احنا ما نعرفهاش. فالسؤال بجد والله فعلا لازم يجاوبوا عليه. هو عارف كلاتنبرج عقده مستمر ل 30/7 في اليونان. اوكي كلاتنبرج ما هم قالوا هيبدا 1 سبتمبر بالظبط هم قالوا هيبدا 1 سبتمبر اوكي انا تمام بس خلال الفتره دي لازم تفهمني دور الكابتن عصام فتاح ايه لان دلوقتي في مشكله الراجل سب الراجل الثاني سبه ده سب وبالتالي كل يعني اللي بيتابعوا الموضوع هيعرفوا ان الشخصين ما ينفعش يشتغلوا مع بعض فبالتالي السؤال هنا هنكمل ازاي؟ طب النهارده في تسريبات ان الكابتن عصام فتاح اذا فقد منصبه في لجنه الحكام المصريه هيفقد منصبه في لجنه الحكام بالكاف. السؤال هنا هل هيتم اختراع منصب جديد عشان ارضاء للكابتن عصام فتاح عشان منصبه في الكاف؟ طيب السؤال هنا برضو مهم جدا قبل ما اخش هوا رابطه الانديه برئاسه الاستاذ احمد دياب خدت قرار بتعيين طاقم حكام اجنبي لمباراه الفاينل في كاس الرابطه ما بين غزل المحله وفيوتشر. مظبوط التصريح ده وصل لنا كجهات اعلاميه من رابطه الانديه مش من لجنه الحكام اول مره. اوكي اول مره الموسم ده احنا بيتم ابلاغنا بشكل رسمي كجهات اعلاميه ان رابطه الانديه هي اللي بتختار هي اللي قالت الحكم مباراه الفاينل لكاس الرابطه هيبقى اجنبي مش مصري. طيب ليه لجنه الحكام ما اعلنتش؟ ليه الكابتن عصام فتاح هو اذا كان هو المنوط يعني اذا كان هو مثلا اللي عين الكابتن محمد عادل هل ينفع انك تعين حكم مصري لمباراه مصريه لمباراه في الدوري في الوقت للرابطه بتعلن فيه طاقم تحكيم اجنبي لنهائي كاس الرابطه؟ مش فاهم. ممكن يكون عشان كاس إيه الرابطه اللي بينظمها الرابطه هو المسؤول عنها يعني الرابطه هي بجد والله لا لجنه الحكام تبع بجد ممكن بجد يعني. والله لا لجنه الحكام تبع الكوره كل واحد ياخد حته قال واحد يعني لا طبعا مفيش الكلام ده احنا في وضع لا يمكن بما انها بتنظم قصده يعني بما ان بالتالي هي عايزه حكام اجنبي هم يجيبوا بقى لا 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 ده الخبر جاي تعيين هي خلاص يعني هم اختار قالوا طلب فلان وفلان وفلان لا لا مش الاسماء طيب قالوا بقى طلب الناديين غزل المحله وفيوتشر هم قرروا طيب خلاص طيب ما هو طب ماشي طب لجنه الحكام فين؟ طب يعني مثلا مش اخر بقى ما تشغلش بالك بالحاجات اللطيفه الصغيره دي دي حاجات صغيره قال لك في جايزه برضو ما هم نفس ما هي نفس الفكره هم اعلنوا ان في جايزه مبلغ كبير في كاس الرابطه عن الدوري مش قال لك مليون جنيه تقريبا قال مليون جنيه الرابطه والدوري اللي بياخد الدوري بياخد 300,000 ما برضو اللي اعلن الجواز دي برضو الرابطه ايه بس الرابطه ده ما هو هم اللي بينظموا الرابطه فهم بيحاولوا يعني برضو يعني حتى كاس مصر تبع اتحاد الكوره مش تبع الرابطه ومش تبع اتحاد ففي يعني كله والناس كده ايه واخدين حته من التورته يعني. طب مين اللي هيعين طاقم تحكيم الاجنبي لماتش الاهلي والزمالك في فاينل كاس؟ اتحاد الكوره اتحاد الكوره لان كاس مصر المسؤول عن عنه اتحاد الكوره يعني مين اللي يختار الحكم؟ لا انا اقصد مين اللي يختار حسب معلوماتي انا لجنه الحكام كلاتنبرج هو اللي هيختار مش هيختار بس هيرشح كريم واحمد واسلام مثلا ويتوافق عليهم طيب هو هنا رئيس لجنه الحكام؟ لا ازاي؟ مين اللي مين ازاي كابتن اسلام بجد والله لا بجد والله ازاي؟ لا يا اخي احنا كابتن عصام هو رئيس لجنه الحكام احنا في ازمه ممكن اداريه ممكن يكون هو متخصص الاجانب بس مثلا لا اقعد قول زي ما تقول صحيح بص بقول لك تطوير الحكام واختيار الحكام الاجانب يا حبيب قلبي انت لما تيجي تتكلم دلوقتي مع اي حد في اتحاد كره القدم ما حدش هيقول لك انت بتقول ايه والله ما بهزر اوكي طب او انت عايز ايه او الصح فين هيقعد يوديك ويجيبك ويقول لك إيه طب ما انت طب ما سالتش الاسئله دي لحد في اتحاد الكوره ليه بما انك راجل يعني مدير تحليل موقع كبير بكره الصبح بكره الصبح هيتم توجيه السؤال النهارده الرابطه امبارح الصواد خبر لسه طب خلاص يا جماعه اتفرجوا على يلا كوره بقى شوفوا او اسمعوا النهار يعني. والله قبل ما اخش الهوا الرابطه هي اللي اعلنت طب السؤال لجنه الحكام ليه ما اعلنتش بجد أوكي. والله ده سؤال بسيط جدا ليه النهارده لجنه الحكام مختفيه عن الامر الخاص بطاقم تحكيم كابتن عصام زعلان شويه يمكن زعلان
يمكن معرفة. انا بس انا بقول لا انا في وجهه نظر الامانه الشخصيه حتى في وجهه نظر حتى لو زعلان اتحاد الكوره بجد والله اتحاد الكوره هم تحايلوا على الكابتن عصام فتاح انه يكمل في منصبه لاي اعتبارات بجد والله يا كابتن عصام بكل امانه بعد ما مارك لاتنبرج دخل اتحاد الكوره وعمل مؤتمر صحفي وتصور وهو حاطط رجل على رجل في قعدته مع الكابتن حازم امام في مبنى اتحاد الكوره بجد والله فعلا يجب عليك ان انت تقدم استقالتك لان انت اللي قلت بس كان حازم حاطط رجل على رجله برضه بس انا مختص بمارك اكتر من كابتن حازم يعني كابتن حازم دلوقتي كمان مختص بالموضوع بتاع مدير خلي بالك برضه لما تيجي تبص كلاتنبرج واخد رئيس او رئيس لجنه الحكام في اليونان نعم ورئيس لجنه الحكام في مصر أيوه. في اسيا وفي افريقيا ولا في اوروبا بس هو عقده هينتهي في افريقيا لا اقصده يا كابتن اسلام هو عقده هينتهي واتحاد الكره اعلن رسمي ان الراجل هيبقى عايز اقول لك حاجه فضل. هو قال لهم ان هو في اليونان ان هو رايه استشاري فقط قال لهم في اليونان ايه في مصر قال لهم في اليونان انا في مصر رايي استشاري فقط منصب استشاري يعني حاجه لطيفه يعني من بعيد لبعيد يعني ما اعرفش بقى والله الواحد ما انا بقول لك يعني ما تشغلش بالك يعني كريم هنطلع فاصل وبعد الفاصل مش هنشغل بالنا احنا بالكلام اللطيف ده هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف مباراه بتروجيت ومباراه الجونه الاهلي هيلعب ازاي بكره ان شاء الله نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف كريم واحمد حيقولوا لنا ايه اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين احمد وكريم قولوا لنا هتتكلموا طبعا عن بناء الهجمه في مباراه بتروجيت وكيف استطعنا الاهلي ان يفوز في هذه المباراه في البدايه طبعا المدير الفني طبعا البرتغالي ريكاردو بيحاول يطبق بعض الحاجات اللي هي ايه يعني بيحاول لسه يعلم لعيبه النادي الاهلي فكره فاحنا هنستنتج كده بعض الحاجات اللي ايه اللي احنا لمحناها هو بيحاول يبدا يعلمها للعيبه كتحليل اداء يعني اول نقطه البيلد اب النادي الاهلي كان عنده مشكله مع بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره في عمليه بناء الهجمه كان عندنا مشكله كبيره في البيلد اب الراجل هنا نركز بقى مع ريكاردو بص بناء الهجمه الكره لما بتروح ياسر ابراهيم نبص عليها يا جماعه وهو بيشاور لمحمد هاني بص بيحفظ محمد هاني تعال ارجع ورا لما الكره تبقى هنا بعدين ايه اول لما الكره هنيجي نبني الهجمه بيفتح على طول دايما مع ريكاردو في عمليه بناء الهجمه لازم ظهير فيهم بيبقى فاتح الملعب سواء هاني او معلول ده الشغل يعني بشوف ان ده اول حاجه كده بدأ يحفظهم بص هنا برضو هنا نفس الفكره هنا برضو بناء الهجمه اهو دي هجمه للنادي الاهلي بيتم بناها الكره هنا مع ياسر بيقول له روح يا هاني روح تعال ارجع الاول وبعدين هيقول له استنى وبعدين كمل لقدام لازم مع في بناء الهجمه مرحله البيلد اب بتاعه ان لازم الايه الظهير يبقى فاتح دي اول حاجه نبدا نستنتجها تمام نكمل برضو اللعبه الثانيه اللي معانا نفس الفكره هنا برضو حمدي فتحي لعمرو السوليه محمد هاني ايه برضو ريكاردو بيقول له افتح السوليه هيلعبها له اهي هنا برضو نفس الكلام محمد هاني برضو بيحاول يفتح نفس الفكره نكمل برضو اللعبه الثالثه هنا أيوة. برضو علي معلول هو اللي فاتح طاهر لعلي معلول برضو نفس الكلام لحمدي فتحي بص هنا ريكاردو هيعمل ايه مع محمد هاني هنا مع حمدي فتحي اهو الكره هنا ايه مع حمدي فتحي نكمل ليه محمد عبد اول لما استلم محمد عبد المنعم هنا تحت بص المدير الفني اهو هاني بيفتح وايه وريكاردو بيشاور له بيقول له ايه افتح لازم في عمليه بناء الهجمه يكون هاني فاتح هنا بيبدا يحفظهم لسه في الشوط الاول بيحاول ان هو ايه مع عمليه التمرير السريع مع اللعب من لمسه واحده اولى يعني دي اولى الملامح بتاعته ان دايما الظهير في بناء الهجمه فاتح تعال نشوف الشوط الثاني لما بدا يحس ان اللعيبه نوعا ما لسه مش مستوعبه الامر قوي هنا محمد الشناوي بيبني الهجمه قال لهم هنلعب الكره على الارض حمدي فتحي بينزل وقف ثانيه واحده حمدي فتحي بينزل ما بين الاثنين المساكين بنسميها في البيلد اب ايه اثنين وثلاثه اللي هو محمد هاني ومعلول وحمدي فتحي حمدي فتحي بينزل ما بين الاثنين المساكين عشان ابدا احضر الهجمه هنا كل واحد ثانيه واحده وقف بس هنا محمد عبد المنعم فاتح وياسر ابراهيم فاتح ليه عشان يمد عرض الملعب وبالتالي يفضى مساحه في عمق الملعب لحمدي فتحي نقدر ان احنا من خلالها نحضر الهجمه هنا معلول بيعمل ايه بيعمل عمليه الاسكاننج المعاينه قبل ما الكوره تجيله بيبص معلول قوي مميز في الحته دي ان انا دايما ببص بص عمل كام مره نظرته المعاينه دي ان انا ببص عشان ايه اخد وضعيه في التحضير وهنا بدات تبان بعض الفكر للراجل ان انا عايز ان انا يبقى تمرير سريع عايز لعب عايز يبقى فيه سرعه حتى هو علق على حته البطء في الاداء هنا محمد شريف بينزل
يسحب المساحات مع ريكاردو، بيسحب المساحات في ظهر المدافعين بنفس الشكل. بص حسين الشحات فين، عشان يتحرك حسين الشحات في ظهر الايه المدافعين في المساحه اللي فضها له مين، محمد شريف. فاللعبه دي بتبين لك عمليه بناء الهجمه مع مستر ريكاردو، وبتبين لك الادوار بتاعت علي معلول ومهارته في السكاننج، بتبين لك دور محمد شريف ايه، بتبين لك تحرك حسين الشحات. ايوه طبعا اكيد يا كابتن اسلام، اول مباراه لاي مدير فني يعني بتبقى اكيد هو بيحاول يشوف اللعيبه، وكنت طبعا شايفينه ماسك ورقه بيحاول يدون مراكزهم وبيدون اساميهم، لان طبعا راجل جديد ومش عارف الفريق، واكيد ما تابعش الكره الافريقيه خالص قبل كده. ولكن انا بشوف بقى الموضوع من جهه اخرى من عند اللعيبه. يعني انا بقى لي الفتره الاخيره من ساعه ما كابتن مصطفى حتى مسك مدير فني مؤقت، انا مركز مع اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي في المباراه دي وهم طبعا عارفين ان سوارش اتفرج على سموح ماتش سموح، ما يعرفوش كانش يعرفوا ان هو اتفرج عليهم اصلا ثلاث مباريات من ساعه ماتش الزمالك. اسلوب اللعيبه في الملعب واضح جدا ان هم بيحاولوا يقولوا له احنا في مبادئ بنحاول نعملها عشان نقنعك ان احنا كويسين وان احنا هنتنافس على التشكيل الاساسي. واحده من النقط اللي انا كنت بنتقد فيها بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره ان لعيبه النادي الاهلي لما كانوا بيوصلوا للثلث الاخير في ملعب المنافس كان هنا ستوب، لو نستوب هنا هو بالظبط عند الكره دي وعند قفشه، نقف هنا بالظبط عند قفشه. الكره دي لو كانت من حوالي شهر كان هيبقى اول اوبشن عند مجدي قفشه بالظبط كده انه هيشوط، وشفناه كتير قوي. وكان مجدي قفشه بعد ما يشوط والكره تضيع كان يرفع ايده ويعتذر لجميع زملائه اللي كانوا بيبصوا له ويقول لهم انا اسف انا اسف انا هشوط. هنا لا، قفشه غير الفكر، وبدل لما بنوصل للثلث الاخير بنباصي. قلت عايز اعرف الكره دي كانت كده استثناء ولا فعلا ده حاجه هم اتقالت لهم لما توصل لحته دي. بص برضه الهجمه دي في كذا اوبشن هنا للتسديد، ما حدش بيشوط، كله بيحاول يمرر لزميل، كله بيتعمد انه يبص ويشوف ايه اوبشنز التمرير قبل ما افكر خالص في التسديد. هنا برضه الكره دي علي معلول بيفتح الكوره ومحمد شريف بينزل وبيرجع، كل اللعيبه بتلعب لعب جماعي. هنا طاهر لقى ان عنده مساحه انه يسدد، مقبوله جدا كره. هنا النادي الاهلي بيضغط على بتروجيت وبنستخلص الكره في نص ملعبه، نكمل الهجمه ونبص عندنا مساحه كتيره جدا للتسديد، ما حدش برده بيشوط. عمرو السوليه بيرجع الكره، الكره بتنزل لمحمد هاني. هنا هو مثلا قفشه كان ممكن يشوط جدا، هنا سهل قوي قوي ان هو يشوط والمرمى مفتوح له، لا رجع الكوره والكوره رجعت ليه محمد هاني. هنا مساحه واضحه جدا لطاهر محمد طاهر انه يشوط، برده بيقرر ان هو ما يشوطش ويختار الحل الجماعي لمحمد شريف اللي كان هو مجبر على التسديد. نفس الامر اتكرر في الشوط الثاني، بنشوف النادي الاهلي بيلعب لعب جماعي واللعيبه بتلعب لعب جماعي. طبعا مليون في الميه ده مش دور ريكاردو سواريش خالص، ولا هو له اي بصمه فيه، ده ببساطه تصرفات طبيعيه او فرديه من اللاعبين، لان هم عايزين يقولوا له احنا في الثلث الاخير بنلعب لعب جماعي. نكمل الكوره، بنشوف حسام حسن بيرجع بالكوره لمجدي قفشه، الكوره دي برده تاني نكمل. هنا بقى هنشوف شفناها كتير قوي، مجدي قفشه اول اوبشن عنده بصراحه يحط الار2، كمل كده اللعبه خلاص هو دخل في العمق. شوف بقى الار2 مش هيعمل كده طبعا، ليه؟ ان هو عايز يلعب لعب جماعي، فهيمهد الكوره للزميل الاقرب، هيخش حمدي فتحي في موقف افضل للتسديد، وشاط كوره جت في العارضه. اخر كوره معانا في الحته دي برده في اللعب الجماعي هنشوفها دلوقتي، نفس الفكره لعب جماعي، اللعيبه مقربه جدا جدا من بعض، بيروح لمنطقه الجزاء. حتى هنا مثلا صلاح محسن بيمهد لمحمد هاني، كعب واليو ديانج بيلعب حسين الشحات، لعب كله جماعي، اللعيبه بتبعد تماما تماما عن الفرديه، وده امر انا شايفه شيء جيد، واتمنى ان ريكاردو سوارش يبني عليه ان احنا محتاجين في الثلث الاخير للملعب نبتعد تماما عن الفرديه اللي كانت بتضيع لنا فرص كتيره في الفتره الاخيره من حقبه موسيماني. تعالى نكمل برضو التمرير اول. نعم. يعني اول حاجه هو عايز يطبقها، بص هنا عدد الهدف الاول 1 2 معلول 3، ده شغل مدرب على فكره، يعني مش شغل مدرب من اول، مش هقول لك ده شغل فايلر، شغل بس هو الراجل مديهم تعليمات من اول ماتش ان انا عايزكم تمرروا، يعني فايلر كده وبوسيماني عايزكم تمرروا، عايزكم تلعبوا من لمسه واحده، فاهم؟ فده واضح ان يعني
ان ده ايه هو عايز يطبق ده مع النادي الاهلي، هنشوفه في الماتشات الجايه. اللعيبه خايفه تغلط، اللعيب برده لو خد قرار التسديد ده قرار فيه مخاطره، صح. ان انا لو شوط شوطه وحشه ما هيقول انت قرارك غلط وبتشوط وحش. بس يعني انا قصدي ايه، ان ده يعني احنا بنستكشف كده الراجل، يعني الراجل لسه جاي جديد، فعايزين نشوف ايه فكره. واضح جدا ان هو يعني يا جماعه هنلعب من لمسه واحده، هنمرر، هنتحرك بدون كوره، الريتم بتاعنا هيبقى اسرع. بص دي التمريره كانت الكام، ارجع كده شوف، كانت دي 18 تمريره، الجون جاي بعد 18 تمريره وتسديده. فده يعني ممكن تشوف الناس شايفه اللقطه الاخيره، لكن لو جبت الهدف من اوله هتلاقيه جاي من 18 تمريره، فده بياكد ايه، واللعب برده يعتبر من لمسه واحده او من لمستين. في نوعا ما سرعه. بص نفس الفكره برده جايبين حاله ثانيه، بص واحد اثنين، ففي لعب نوعا ما الراجل بيحاول ان هو واضح ان هو اشتكى. ممكن حد يسالك يعني هل ده ممكن يكون حصل في اقل من 3 ايام؟ لا انا وجهه نظري مستحيل، هي ده قرار لعيبه. اللعيبه مش عايزه تخاطر قدام المرمى بتصرف يتحسب عليه، لان هم عارفين في محلل اداء هيطلع ريبورت للمدير الفني يقول له مثلا اللعيب ده اناني، اللعيب ده ما عندوش اوبشنز. ما نقولش ان هي الاثنين يعني، ما في محاضره ممكن تبقى في المحاضره، ممكن تبقى في المحاضره اللي قبل الماتش، ممكن يكون عمل كده قبل يوم الخميس والجمعه. لا مش يوم الخميس، هو هيديهم تعليمات ان انا همرر من يعني اللعب النادي الاهلي، هو هيبقى لعب استحواذ مع الراجل ده. لكن بكره ممكن يبقى الراجل بقى سمع وفهم وعارف وبيتكلم مع كريم ويتكلم مع فلان ويتكلم بكره مع كمان عنده اختبار صعب جدا، عنده اختبار ان هو ازاي هيتعامل في الملعب بالظبط. الملعب في هواء، ملعب في هواء جامد جدا، وماتش 9 بالليل، فاكيد طبعا هو هناك محتاج يعني هو لسه هيتعلم، هياخد خبرات افريقيه. بكره مش تاكتكس، بكره انت في موقف التخيل. خلي بالك هو برده في خلال 3 شهور او في خلال شهرين ممكن يبقى واخد 3 بطولات، صحيح. هو لسه طبعا احنا مش الاستعجال في الحكم على الراجل ده، لا يعني ما ينفعش نستعجل في الحكم عليه، لازم نديله وقته على الاقل يعني حتى شهرين علشان يبدا الراجل يحفظ، لسه بيحفظ اسماء اللعيبه. لكن انا بتكلم على بعض الحاجات اللي هو مدير فني جاي جديد، فبشايف تابع الفرقه، قال ان الفرقه فيها بطء، فيها بطء في التحولات، فيها بطء في الريتم، فواضح ان هو بيحاول يبني الهجمه، عنده مشكله في البيلد اب، بيحاول يصلح الحاجات دي، بيحاول يبقى فيه سرعه. كمل كده ماشي، نقف هنا. هو بقى دي واحده من الحالات اللي عجبتني جدا 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 في الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي، نشوف الباترن بتاع اجنحه النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه. طاهر بيرجع يعمل دور الفول باك على الجانب الايسر، وحسين الشحاب بيعمل دور الفول باك على الجانب الايمن، وده برضه في وجهه نظر الشخصيه كابتن اسلام تصرف فردي بحت من اللاعبين، بيقولوا ان احنا عندنا التزام دفاعي. الكره بتتلعب كره طوليه، وبنشوف حسين الشحاب بيفتح سبرنت عشان يعمل الدور بتاع محمد هاني. انا ما شفتش اللقطه دي بصراحه من حسين او من طاهر بقالي 5-6 ماتشات في الفتره الاخيره لبيتسو موسيماني، وده بيوضح ان اللعيبه برضه عايزين يقولوا له الاجنحه احنا في الدور الدفاعي بنرجع مش بنقف او بنكسر. دي هجمه مرتده اتعملت على النادي الاهلي، محمد هاني حاول يستخلص ما قدرش، هنا كان طاهر كانت جناح ايمن. بص طاهر عمل ايه، طاهر فتح سبرنت بسرعه 29 كيلومتر في الساعه عشان يعمل الدور الدفاعي قدام المدير الفني. ده بيبين ان لعيبه النادي الاهلي واضح ان التغيير بكل امانه جاي في صالحهم، التغيير كمان جاي واضح جدا جدا، اللعيبه بقت فريش اكتر، الروح في الملعب بقت مختلفه، يتبقى فقط ان احنا ان شاء الله نستفيد من ان احنا جايبين جهاز فني متكامل. ما ينفعش النهارده كنا نسيب الامور الفنيه في ايد شخصين فنيين بس، مهما كان طبعا بيتسو موسيماني مدرب جيد كل شيء وكل حاجه، ولكن جه فتره ما ينفعش ان هو يثق في نفسه لدرجه ان انا ممكن اعمل شغل 5 افراد او 4 افراد تانيين، ده مستحيل تماما. النهارده انا شايف اللعيبه عندهم روح، عندهم شكل مختلف، عندهم حتى ناحيه دفاعيا انا في وجهه نظري ما كنتش بشوفها بصراحه، ان الجناحات بتوع النادي الاهلي بيرجعوا يدافعوا بالحماس والشكل اللي احنا شفناه في اللعبه الاخيره دي، واتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الروح دي تستمر، وكمان الجهاز الفني شغله بقى يظهر ان احنا مهم جدا جدا. احنا من يوم 12/7 ليوم 10/8 النادي الاهلي هيلعب 9 مباريات متتاليه، 9 مباريات متتاليه في 28 يوم، فان شاء الله يبقى الفريق جاهز بدنيا وفنيا للاختبارات دي. تكمله ده بقى اخر حاجه معانا، ده برده تكمله للقرارات الفرديه. يعني اللعبه دي احنا شفناها فين، في مباراه الاهلي والرجاء المغربي اللي هي نفس اللعبه، معلول محمد عبد المنعم بيطلعه القريبه بيسجل الهدف، نفس الارتقاء بتاعه 2 متر و40 سنتي، يعني ارتقاء محمد عبد المنعم، وعودته كانت مكسب كبير طبعًا بصراحه. طبعًا عودته احنا كنا مفتقدينها بالذات في مباراه النهائي قدام الوداد، مكسب كبير بيديك حلول، مميز في ضربات الراس، وقدم مباراه هايله.
ده واحد من القرارات الفرديه، لكن اللي انا كنت بتكلم عليه الباقي ان ده ممكن تكون بعض الايه الحاجات اللي هو لسه عايز يطبقها، عايز يعملها، حتى هو لسه بيبدا يحفظ اسماء اللعيبه، عايز يبدا شايف انت مستبشر بخير. ايه ان شاء الله كلنا مستبشرين. انا شايف ان هو مدرب منظم، يعني هو اول انطباعات اللعيبه والجهاز ان الراجل ده مدرب منظم، بيهتم بكل تفصيله صغيره ومنظم جدا، وطبعا الجهاز اللي جاي معاه جهاز محترم جدا. يعني طب عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في مباراته زي العاده، وزي ما دايما حضراتكم متعودين معانا بكره ان شاء الله الاستوديو التحليلي مع النجم الكبير الكابتن ايمن شوقي قبل المباراه بساعتين لنقل كل كواليس ما يحدث في الجونه قبل مباراه النادي الاهلي والجونه. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بعد بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.